مساء الخير واهلا بكم. مساء الخير ناقدنا الرياضي الكبير استاذ محمد باهي. اهلا بك يا دكتور واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بك كابتن حسن، منورنا النهارده. يا اهلا بك يا فندم. مع الدكتور ايهاب وملعب البلد. منورين الدنيا كلها. منورين يا دكتور. ايه نبدا من ايه؟ مصر طبعا والامم الافريقيه. تهيألي كده يعني. طب نروح لكابتن حسن. ايه رايك؟ ولا انت اللي عاوز تبدا؟ ايه رايك؟ يلا بينا. يلا بينا. يلا يا كابتن حسن، الدنيا رايحه فين في كاس الامم؟ يعني طبعا احنا بنبارك للمنتخب الاول على الصعود، واحنا حابين نتكلم النهارده فرصه نتكلم عن المنتخب، بس عايزين نتكلم عليه بطريقه مختلفه شويه. كنا عايزين نقول بس حاجه بسيطه في الاول، كيروش مدرب المنتخب والكلام والانتقادات اللي هو بنسمعها الفتره اللي فاتت. اولا هو مدرب كبير جدا اكيد سيره ذاتيه، والحقيقه ان هو يعني عنده سي في محترم، بس احنا عايزين نتكلم بطريقه مختلفه شويه يا دكتور. باختصار سريع كده، الكوره التدريب في كذا اتجاه. اتجاه في التدريب، اشهر الاتجاهات دي واتجاه قديم شويه. اول اتجاه اتعمل اسمه السيمبل دايركشن او الاتجاه البسيط، وده مدرسه كيروش عشان الناس لما تيجي تتكلم وبتسال ليه هو احيانا بيبقى التشكيل بيبقى فيه اختلاف. وضح لنا بقى الطريقه دي معناها ايه. الناس ما حدش يتكلم فيها. هي طريقه بسيطه جدا بدون دخول في التفاصيل. انت عايز تعرف يعني ايه السيمبل دايركشن ده، اتفرج على ريال مدريد. ريال مدريد نموذج للاسلوب والاتجاه ده. وهتلاقي كيروش ضرب في ريال مدريد، اشهر مدربين عملوا الاتجاه ده، هتلاقي مورينيو، هتلاقي انشيلوتي دلوقتي. هي مدرسه، ومدرسه بسيطه وسهله ومناسبه للكره المصريه. بس عايز اخدك في اتجاه بسيط، ان فيركسون المدرب بتاع مانشستر يونايتد هو واحد من اساتذه المدرسه دي الحقيقه. والراجل في جد اول مسك مانشستر سنه حوالي يعني في اوائل الالفينات حاجه و90، هو عمل فكره جديده ودخل طريقه 4-2-3-1 ودخل كانتونا وعمل فكره جديده. لحد ما دخل مورينيو، ده استاذ في المدرسه دي برضو. مورينيو عمل ايه؟ مورينيو عمل فكره جديده ولعب 4-3-3، وكان ده انجاز وفكره جديده تماما في تشيلسي، وقدر ياخد بيها الدوري من مانشستر. ففيركسون حاول يعمل ايه؟ حاول يعدل طريقه لعبه ويشتغل ب 4-3-3، فجاب كيروش. فخلي بالك ان كيروش ده ده كلام فيركسون، هو واحد من الماستر في 4-3-3. عشان كده انا بستغرب جدا لما الاقي ان في ناس بتطالب او مستغربه انه لعب 4-3-3 وان دي مش مناسبه للمنتخب، وفي ناس طالب تلعب 4-4-2. اخوانا احنا جايبين واحد استاذ في 4-3-3 وده السي في بتاعه. فهي فكره تعاقد مع مدرب خاصه لو اجنبي، انت السي في بتاعه مش فكره هو بيدرب درب فين، انت كمان هو اسلوبه ايه. هو يعني لو حضرتك تابعته هتلاقيه لعب 4-2-3-1 مع بعض المنتخبات، بس 90% من ادائه 4-3-3 هو استاذ فيها، مش هيغير. طب هل احنا مناسب معانا الطريقه دي؟ واحنا برضه احنا داخلين على بطوله بنلعب فيها دلوقتي. تمام، غير بطوله العرب كان بطوله تجريبيه زي ما بنقول، وعندنا ماتشين مهمين جدا يطلعوك كاس العالم او يطلعوك من عدم الوصول لكاس العالم، فهل الطريقه مناسبه اللي احنا نلحق نلعب بيها؟ لا اللي انا بتكلم فيه. لا اعتقد ان هو يعني يمكن طبعا الكابتن حسن اتكلم في حاجه فعلا ما حدش اتكلم فيها خالص، لكن الكلام ده محتاج وقت. محتاج انت استاذ واستاذ دكتور كمان، انك انت في طريقه 4-3-3، لكن هل فعلا الطريقه دي تناسب؟ انت شفت المنتخب الوطني يليق معاه الاسلوب ده ولا لا، او الطريقه دي او لا؟ وانت لما جيت اتعاقدت معاه هل هو يعني اسلوبه وان يمشي مع المنتاليتي بتاع اللعيبه المصريه او الاداء او الفورمه البدنيه؟ هل ده وبعدين انا اعتقد ان ده اول مدير فني يجي مصر ما يلعبش ماتشات وديه كتير، ترجع على طول على الماتشات الرسمي، سواء بطوله عربيه او بطوله الامم الافريقيه او تصفيات كاس عالم، يعني جاي على طول على الجد يعني. فلا مجال للتجارب. طيب انت دلوقتي جربت اكتر من لاعب، يعني انت خدت من البطوله العربيه دي مجال تجربه، وطلع منها 3-4 لعيب كويسين والناس كلها اشادت بيه، فين هم؟ مفيش، دابوا مع البطوله. طيب رجعت تاني لنفس الاسماء ونفس المحترفين، دايما المدرب الاجنبي عمر كمال ومحمد عبد المنعم، ده الصدفه اللي خلتهم يلعبوا. تمام، المدرب الاجنبي دايما بينحاز للمحترفين، اللاعب المحترف. طيب اللاعب المحترف جاهز ولا مش جاهز؟ مفيش طبعا، ربنا يخلي لنا محمد صلاح الوحيد اللي هو جاهز فنيا وبدنيا ومعنويا وكل حاجه.
لكن انت عندك لعيبه كويسه، الدوري المصري افرز برضه لعيبه كويسه، لازم كنت تديهم فرصتهم. اه انا معاك كابتن حسن ان ان ان, إن هو استاذ في الطريقه دي، بس هل الناس هيساعدوه على تطبيق الطريقه دي؟ هل هم الوقت ده اللي احنا كنا بنتكلم الوقت صح زي ما الدكتور بيقول، هي دي النقطه اللي بنتكلم فيها. هو كمان الطريقه 4 3 في ليها كذا شكل. هو مختار نقدر نقول يعني شكل البسيط فيها، مش البسيط، قديم شويه. هو زي ما قلت لحضرتك، هو يعني في جزء منها مستنسخ واخده تماما من مانشستر يونايتد. انا كنت بحكي تحديدا ان ده مش كلام. هو مانشستر كان بيلعبوا كده، كان بيلعبوا بكاريك لو حضرتك تفتكر، وكان بيلعب في نص الملعب بسكولز، وسكولز ده مميز جدا في التصويب الكرات الطويله، هو بيحب الكرات الطويله. والثالث بتاعهم في الغالب كان جيجز، وكانت فكره جيجز نقله من جناح، عشان كده انت بتلاقي عبد الله السعيد في الملعب في الحته دي، وفي انتقاد، وبتلاقي زيزو هو نفس الفكره. يعني هو عايز والكره معاك تتقلب احيانا ل 4 2 3 1، هو ليه كذا طريقه. هي انا بشوفها صعب. النهارده انت لو شفت كوت ديفوار 4 3 3 بس مختلفه شويه. كوت ديفوار عندهم 3 نص ملعب حاجه امتياز، يعني كيسي ده والراجل اللي هو سنجاري اللي جاب الجون، في لعيب قصير رقم 4، نص ملعب مميت. طيب. وده السؤال، انت الطبيعي هتلعب قدام 4 3 3 ده منطقي. طيب. قدام فرقه زي كده، انت على الكابتن سمير كمونه وناقشوا في الحته دي، انتوا مع بعض نجوم كبار، اقنعوا بعض بيه. يا مساء الفل يا كابتن سمير، منورنا. كابتن سمير، الو كابتن سمير. طيب نرجع تاني لغايه ما رجع لنا كابتن سمير. يا كابتن كمل يا كابتن حسن. فهي دي النقطه، انت دلوقتي انت شفت منتخب بقوه كوت ديفوار، هل من المعقول ان انت تلعب كوت ديفوار بنص الملعب ده؟ هتلعبه باتنين في نص الملعب بس؟ هي النقطه في نقطه انك هتواجه ازاي. انا متخيل وما اعتقد ان هو هيلعب 3 نص ملعب الماتش الجاي، 3 مدافعين. يعني اعتقد ان هو حمدي فتحي في القلب، يعني هيبقى فيه، لا هيبقى حمدي فتحي والنني، وارد يبقى معاهم السلاي. ما اعتقدش انه يقدر يبدا بعبد الله سعيد في وسط ال ده بقول رايي شخصي يعني. وفكره محمد صلاح انه يبدا فرويد ويحط زيزو ناحيه اليمين، كانت فكره مش وحشه، بس هو ما عملش كده. هو فاجئنا ان محمد صلاح لعب وودى مصطفى. وعلى فكره برضو اللي متابع كيروش هتلاقي كده على طول، كان ماسك منتخب ايران، هو عامل نسخه تقليديه قريبه من منتخب ايران. منتخب ايران كان عندها لعيب وينج شمال هو النجم بتاعها، احنا عندنا وينج اليمين محمد صلاح، كان اسمه اعتقد علي ريزا، علي ريزا لا كان عندهم، كان بيلعب ناحيته على طول. وهو بيعمل نفس الفكره، ان هو لو حضرتك شفت هو دايما بينزل، حاول يلعب بمحمد شريف جناح شمال، عايز يبقى عنده فرويدين في الملعب ويفضل محافظ على 4 3 3 اسلوب، ودي طريقه بس هي كابتن حسن قاري كروس كويس جدا. جدا وتحليل لاول مره، نسمع يشرح طريقه الراجل طبعا ويقف. هقول لحضرتك حاجه، هو عشان كده الناس استغربت هو ليه لعب بزيزو نص ملعب شمال الماتش اللي فات، ونزل لعب شمال. طبعا هي غريبه شويه. هو بيعتمد ان هو دايما في جناح يخش، عشان كده لعب محمد شريف ناحيه الشمال قبل كده في البطوله، فتبقى الكره ناحيه اليمين والهاف يكمل وينج اللي هو هيبقى زيزو. فجربوا على اساس الفكره دي، ان الكره تبقى ناحيه محمد صلاح الماتش ده، تبقى كرة معاه كتير، فيبقى لو في كرة عرضية يبقى عندك مصطفى محمد ويخش تريزيجيه ويبقى مكمل الناحية التانية زيزو. أنا أعتقد ده ما نجحتش، بس دي طريقة لعب ودي أسلوب، وده أسلوب مش سهل، بس هو ليه طريقته وإحنا لازم نحترم يعني الطريقة. يعني دلوقتي طيب قول ألو الكابتن سمير، مس عليه وابتدي معاه. مساء الفل يا كابتن سمير، ودورنا. كابتن سمير، يا كابتن سمير، كابتن سمير معزز، ما تدخلش معانا. كابتن سمير مش عاجبه 4 3 3 لا بس انا مستمتع بتحليل الكابتن حسن، والله العظيم مستمتع بيه. ما سمعناهاش شرح وافي صح. بس كروش لو وقت لو سمعك هقول الراجل ده لازم يجي معانا. يا سلام، يا ريت والله، ايد على كتفك. هو الكلام سهل، الكلام ده مش محتاج وقت يا كابتن حسن، ومحتاج هي كان في بطوله. هو المشكله تفاجئ اللعيبه نفسها، البطوله شارك هنا ما شاركش هنا، هي دي بالظبط. هم يؤخذ على برضه المدربين الاجانب بيجوا مصر، حاجه صغيره. هو راجل كبير وتاريخ، ولو شفت السي في بتاعه سي قوي جدا، اعتقد هو خد بطوله، خد 2 كاس عالم شباب على ما اعتقد. يعني هو ومسك كذا منتخب، بس وليه افكاره. هو مشكله الاجانب اللي بيجوا يتعاملوا معانا، ان انت احنا انا بفهم انتوا، بس التجربه دي ما نجحتش في كولومبيا. ما كان مدرب الكولومبي
مظبوط. على فكره بالمناسبه كان عنده نجم كبير اللي هو خامس رودريكس، كان بيلعب جناح يمين مختلف عن صلاح، كان بيدخله نفس الفكره، هو كان برضه نفس الفكره، هو كان يخش لجوه روديزي تتقلب 4 2 نفس الفكره عايز يعملها بزيزو او بيعملها بعبد الله السعيد، بس كان عامل بخمس رودريكس لان هو امكانياته مختلفه. انت عارف الراجل ده محتاج وقت، وقت ما بقول والناس هنا مش صبره طبعا، هي دي الصبر. انت داخل بطوله بتنافس وعاوز كاس عالم، صبر ايه ده انت داخل في المعمعه. انا بقول لك النتائج ده كان عاوز يجي بدري شويتين، بالظبط شويتين. امال بصراحه بس احنا نقول كلمه حق، احنا الجيل الحالي جيل مش مميز، وده حاجه ما تزعلش يعني. مقارنته بجيل كابتن حسن شحاته ظلمه جدا. لا طبعا جيل كابتن حسن شحاته اللي كان موجود لن ياتي جيل زيه. طبعا اقول لك حاجه، طبعا كمجموعه، طبعا كمجموعه، كخطوط متكامله من حراس المرمى للدفاع للنص للهجوم. لا الاحتياطي، طب الاحتياطي يلعب ياخد بطوله. اقول لك على حاجه، كابتن حسن كمان كان بيعتمد على المحلين اكتر، والوحيد انا من وجهه نظري طبعا هنستثني محمد على صلاح على جنب خالص، مش هنحطه في اي مقارنه. صلاح بص، صلاح خارج المقارنه يعني، معلش يعني. انا من وجهه نظري الوحيد اللاعب المحترف الوحيد اللي ادى مصر، اللي عرف ينسجم مع منتخب مصر، هو زيدان، محمد زيدان بصراحه. ادى وكان منسجم جدا في 2006 و2008 يعني، كان كانه طيب. كانه يظهر كابتن سمير يقتنع ب 4 3 3 ارجع لي بس أكيد عليهن اكيد كابتن سمير. يا دكتور مساء الخير. مساء الفل يا كابتن. مساء حضرتك استاذ محمد باهي، هو المذيع دلوقتي، احنا قاعدين بحل انا وكابتن حسن موسى. استاذ محمد ازاي حضرتك؟ كابتن سمير منور الدنيا. ماشي على الدكتور ايهاب الكومي طبعا حبيبي، واستاذ محمد وكابتن حسن حبيبي. ما تعلوا لنا الصوت شويه يا جماعه عشان احنا بنسمع من اخر الدنيا بعد اذنكم يعني، لو امكن. اللي هو اول اللي وقف بعيد. يا كابتن سمير انا حسيبك في عراك كروي لذيذ بينك وبين الكابتن حسن موسى. كابتن حسن مقتنع جدا بطريقه كروش 4 3 3 وشرحها لنا، عاوزك تدخل معاه في نقاش حوالين الطريقه دي. تمام يا كابتن سمير؟ اتفضل اتفضل يا دكتور. يلا يا كابتن حسن. ازيك يا سمير، اخبارك ايه؟ حبيبي ازيك يا ابو علي، اخبارك ايه يا حبيبي؟ سعيد بوجودك. موفق وحاجه ما شاء الله جميله. وبعدين انت هتفضل لحد امتى محلل؟ احنا عايزينك ترجع الملاعب تاني يا كابتن سمير. ان شاء الله. واحد من الناس ترجع على الدكه بقى تاني وعلى المنتهى الفنيه. كبار والله جدا 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 طبعا طبعا. اللي مش واخد حقه الاعلان كابتن سمير ما شاء الله عليه. الله يخليك، ربنا يكرمك. اكيد. طب الحقيقه احنا بنتكلم يا كابتن ان انا هي مش اقتناع ب 4 3 3، انا بقول ان كيروش ده راجل مميز في 4 3 3، وان في كذا فيرجن معمول ل 4 3 3، هو ممكن مختار فيرجن صعب شويه على المنتخب بتاعنا، لكن فكره اقناعه انه يلعب 4 4 2 زي الناس ده شبه مستحيل الفتره اللي جايه دي. وان انا شايف ان ماتش كوت ديفوار وارد جدا نحتاج 4 3 3، حضرتك شفت كوت ديفوار النهارده قد ايه النص الملعب قوي جدا، بس محتاجه تبقى الطريقه مختلفه شويه. ده راي حضرتك ايه؟ لا يا حبيبي طبعا رايك يحترم وراي الساده المحترمين معاك الدكتور ايهاب واستاذ محمد طبعا، بس كل واحد في في في, في كره القدم بيبقى ليه راي ورايه يحترم، بس احنا بنتكلم في طريقه للمنتخب هي تتناسب اللعيبه اللي موجوده، يعني المدرب بيلعب بامكانيات اللعيبه اللي موجوده ويدرس المنافس هيلعب باني طريقه. ما انا ممكن مثلا ماتش زي كوت ديفوار اللي جاي هلعب 4 3 3 زي ما انت بتقول، والطريقه اللي تتناسب معانا 4 2 3 1، بنلاقي نفسنا وبيبقى في تحرك وفي حريه وفي انتشار في الثلث الهجومي لصلاح ومصطفى محمد ومرموش، بالاضافه ان بيبقى في ربط من نص الملعب اللي هم تحت الفرويد ان هم بيبقوا بيوصلوا لصلاح. صلاح معزول بالطريقه اللي هو بيلعب بيها او بنوعيه اللعيبه اللي بيلعب بيها، زي النني من تحت وبيلعب بمرموش بعيد عن مستواه شويه، المفروض اجرب حد تاني، عندي مثلا حد زي عبد الله سعيد كان المباراه اللي فاتت كان احسن، لكن انا من وجهه نظري ان طريقه 4 2 3 1 هي الانسب. والانسب ليه؟ برضه عشان الناس تاخد بالها، انا بتكلم على الدوري المصري 95% من الفرق بتلعب 4 2 3 1، فالطريقه دي بتتناسب مع اللعيبه اللي موجوده زي طبعا عمر كمال عبد الواحد والونش وحجازي وفتوح لما يبقى موجود واكرم لما موجود وكل الناس لعبتها، فهي هتسهل الامور. وبالاضافه كمان لما بتلعب اثنين على الدايره بتعمل ستاره دفاعيه وبيعمل بلوكات كتير على الفرق اللي بتلعب على الكاونتر اتاك وعندها حلول هجوميه. انت عندك مثلا فرق كوت ديفوار عندهم سرعات، عندهم سرعه وقوه، فالطريقه دي تتناسب معاهم. انما انت لو لعبت بطريقه 4 3 3 الثلاثه اللي في نص الملعب بيلعبوا فلات، هو ما بيلعبش واحد قدامهم او راس مثلث، ما انا برضه ايه لازم اوضح حاجه، بيلعب ثلاثه على خط واحد،
ثلاثة على خط واحد دول بيعمل تحرر الاثنين الهاف رايت والهاف ليفت اللي تحت الاثنين اللي قدام اللي هو صلاح ومصطفى محمد بيبقوا ميلين للهجوم شوية، لكن أنا بعدل الطريقة على حسب المنافس. هو رأي مستر كيروش طبعا يحترم وهو الرأي الأول والأخير هو اللي هيمشي، لكن احنا بنقول في الاستوديوهات تملي وجهة نظرنا، فدي الطريقة اللي تتناسب معهم. هنلاقي فرقة محترمة عندها سرعات وعندها قوة وعندها حلول، النهاردة بيلعبوا بطل أفريقيا، بيلعبوا الجزائر، كسبوا الجزائر 3-1 والجون الأخير يتلغى 4 غير الجون اللي ضيعه. فأنت بتلاعب فرقة عندها شراسة هجومية جامدة جدا، فهنا بقى نقف، لا يا جماعة لازم نوقف اتنين على الدايرة يحلوا لنا المشاكل دي، لأنهم عندهم الأطراف شغالة كويس قوي وبيقولك من العمق كمان بسرعة رهيبة. فهنا بقى الطريقة دي حسن يعني علي تقدر ايه ان انت تقدر توقف الناس دي. انت معايا؟ تأكيد لكلامك الغريبة، هو انت حضرتك بتقول هو بيلعب 3 فلات في نص الملعب، هو الراجل ده اخر لما كان ماسك ايران كان بيعمل حاجه، انا هو في حاجات عنده ما عملهاش، انا مش فاهم هو ليه مصمم على فكره معينه عندنا. كان حتى بياخد على طول، كان بيلعب بثلاثه ما بيلعبش بيهم فلات، وكان دايما الديفندر ينزل زي ما كان اللي بيعمل كده، ينزل في وسط الاثنين السيرد باكين ويحضر بثلاثه، فلما يبقى بيلعب فرويدين احنا كل ده مش شايفينه. هو كمان فاجئنا بكره طويله في اول ماتش بتاع نيجيريا سيئه جدا جدا بغض النظر عن شكل التشكيل، لا اللونج باص ده خلاص اتلغى، الكره الانجليزيه خلاص تحضير من الخلف للامام على الشناوي، الكره طويله مش هتنجح، الشناوي مش بيقدر يعمل كده، واعتقد ان لو فكر في الكره الطويله الماتشات اللي جايه يعني هيبقى شكلنا وحش، دي حقيقه. لكن احنا هنشوف هيبان الفتره اللي جايه. يعني انا موافق حضرتك ان الشكل العام لحد دلوقتي سيء جدا، بس انا برضو باكد ان هو مش هيلعب 4-4-2 زي ما بتطلب، مش هيلعب لان هو فلسفته كده. طب لو حطت لنا تشكيله يا كابتن سمير للمباراه القادمه من وجهه نظرك؟ يعني ان شاء الله الشناوي، عمر كمال عبد الواحد باك رايت، ايمن اشرف باك شمال، الونش لو جاهز يلعب هو حجازي، مش جاهز يبقى عبد المنعم، محمد عبد المنعم عمل ماتش كويس قوي ومكسب المباراه اللي فاتت، ونلعب اثنين على الدايره، نلعب النني ونلعب السوليه، ونلعب بثلاثه صلاح ونلعب بصلاح وزيزو ورمضان صبحي ومصطفى محمد 4-2-3-1، ده الطريقه الانسب اللي هي بتخدم اللعيبه، اللي بتخدم الطريقه، تخدم الطريقه بمعنى ان انا عندي حلول هجوميه، عندي رمضان عنده سرعات وبيعرف يدافع وبيعرف يهاجم، وعنده هارموني مع صلاح لما بيلعب، عندي زيزو دلوقتي اللعيب الفايق الوحيد في الدوري المصري، ولما بينزل في البطوله العربيه بيبقى مؤثر جدا، ونزل الماتش اللي فات كان مؤثر جدا جدا، بيعرف يحط الكره تحت رجله وعنده حلول هجوميه وبيتحرك من ورا الخطوط كويس قوي، فكل دي عندك حلول هجوميه، ما انت لازم تهاجم برضو، مش هنفضل ندافع طول المباراه. فهي الطريقه دي لما بيلعب بثلاثه، صلاح لما كان بيلعب بثلاثه وفي واحد زي مصطفى محمد بيبقى عنده الحريه ان هو يتحرك في ناحيه اليمين، ولما بيبقى كرة جوه ال 18 يا دكتور بيخش فرو الثاني بيعمل ذعر للناس اللي موجوده، اي فرقه في في, في سواء في, في ليفربول او في في مع مع منتخب مصر، فليه دور كبير قوي. وانا عايز اوجه رساله للاعيبه منتخب مصر، الثلاث ماتشات اللي فاتوا كانوا بروفا لمباراه الكوت ديفوار، فاحنا لازم يبقى في شراسه في الالتحامات، سرعات واحد على واحد، الالتحامات الهوائيه هم خلي بالك قوي جدا وبياخدوها، عندهم اطوال في الهجوم، فلازم نركز معاهم كويس قوي. ورساله بقى لمستر كيروش يعني ده بعد اذنه، يعني لو هيسمع او حد من الجهاز يوصل له، لازم عندنا هنا في المدافعين لازم يعمل مان تو مان جوه ال 18، احنا شفنا النهارده جابوا جون بالهيد داخل ال 18، فالموضوع كان صعب جدا، عندهم اختراقات، فلازم الرقابه هنا الدفاعيه المتحركه والثابته عشان ما يجيليش مشاكل جوه ال 18. طيب. انما انا مش خايف من النواحي الهجوميه، انا مش خايف من رباعي الهجوم اللي قدام، انا ما عنديش مشكله، لكن لازم برضو ما يبقوش معزولين عن الناس اللي بتلعب تحتيهم، الناس اللي بتلعب تحت الفرقه، ده الشادو سترايكر اللي جاي من تحت لازم يعمل ربط ما بينهم ويبص لفوق ويشغلوا صلاح ويشغلوا مرموش لو بدا او رمضان صبحي، مصطفى محمد ما ينزلش لتحت قوي، مصطفى محمد بينزل لحد نص الملعب عشان يعمل دور بلاي ميكر، هو ده مش دورك، انت دورك ان انت تبقى متواجد جوه ال 18 كفيرو صريح، صندوق يعني انت تنتظر الكروس اوفر من هنا ومن هنا من الباكات على الاطراف لو طلعت من ايمن اشرف وعمر كمال عبد الواحد، بالاضافه للربط مع صلاح كوينج رايت ومرموش او رمضان لو بدا يستنى الكرات العرضيه، ان هو بيلعب بدماغه كويس يعني هو مميز بالهيد، لكن لما بينزل تحت بيفقد قوه الهجوميه لمنتخبنا الوطني.
طيب. فأتمنى الرسالة دي توصل، ومستر كروش يعني يا ريت يعني الجهاز المعاون يبقى ليه دور على الخط، لأن هم بيتكلموا عربي واللعيبة كلامها هيوصل أكتر، معظم اللعيبة يعني في لعيبة بتتكلم إنجلش طبعا. فدي دي نقطة مهمة جدا إن أنا طيب. برضو أساعد إن هم برضو سمير الفرق ما بين جيل كوت ديفوار الحالي وجيل 98 اللي أنتوا قابلتوه؟ لا احنا طبعا ظروفنا كانت مختلفة، والبطولة كانت أقوى، ولعيبة محترفين كانوا على أعلى مستوى، كنا بنلعب على فراودة يعني عاليين جدا، كان بيلعبوا في مارسيليا وكان بيلعبوا في 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 في, في أندية كبيرة جدا في مونش جلادباخ، وكانوا بيلعبوا في ألمانيا. لا لعيبة أنا كنت بلعب على لعيب اسمه باكايوكو وجونتي. يعني عايز اقول لك ما شاء الله جونتي كان فاخده قد مرتين ثلاثه، لما انا بجري معاه سبرنت كنت بجز على سناني عشان الحقه، بلحقه بالعافيه. لا كان فرقه قويه جدا، كان سباق ماراثون، لعبنا وقت اضافي ولعبنا ضربات جزاء، كانت فرقه محترمه جدا. لكن احنا كنا طبعا كابتن جوري كان بيحفظنا وذاكرنا المنتخب الكوت ديفوار طبعا اكتر من مره، لحد ما قفلنا كل الثغرات وكل القوة اللي كانت موجودة. هي تحضيرك للمباراة مهم جدا، طالما انت نازل وعارف هتلعب قدام مين وهتلعب باللعيب اللي قدامك امكانياته ايه الفنية والبدنية، الامور هتستاهل بنا. انما دلوقتي عندنا برضو منتخب قوي كلنا في ظهره، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا. كوت ديفوار منتخب قوي جدا جدا جدا، انا النهاردة فاجئني بالمستوى الفني والبدني اللي كان موجود النهاردة. فاحنا لعبتنا تقدر، لعبتنا تقدر. انا قلت قبل كده في البرنامج، قلت لو الجزائر خرجت هارد لك طبعا، عملوا ماتشات ما فيش توفيق، لكن خرجوا، لكن فرصة مصر بعد خروج الجزائر وتقريبا تونس النهاردة خرج. ألو؟ أيوة كابتن. يعني برضو فرصتنا في الحصول على البطولة أو نوصل للنهائي موجودة، نعدي الماتش اللي جاي، دي بقى الاختبار الحقيقي، مباراة الكوت ديفوار. يعني تملي احنا بطل وهم بطل، فهنا البطل ما يخافش من حد. احنا بطل افريقيا 7 مرات يا دكتور، تاريخ بنصفنا احنا، تاريخ افريقيا كل الناس عارفه اسم مصر، ده اسم كبير قوي. احنا النهارده 10 مرات كاسبين، 9 منهم 2 ضربات جزاء، فنسبه كبيره جدا. بس طبعا احنا يعني معتمدين على الله بقى الماتش اللي جاي، وعندك لعيبه ان شاء الله باذن الله قادر ان شاء الله باذن الله نقدر نفوز بلا حدود ان شاء الله. طبعا بشكرك، شكرا جزيلا كابتن سمير كمونه، شكرا جزيلا. شكرا كابتن. المواجهات بتاعه الدور ال16 هيبقى عندنا بوركينا فاسو هتقابل الجابون، خلاص تمام. ونيجيريا هتقابل تونس، الفايز من بوركينا والجابون هيقابل الفايز من نيجيريا وتونس في دور الثمانيه. تونس النهارده هزيمه جديده وهتصطدم بنيجيريا. وعايزين نتكلم، هنقف عند الجزائر وتونس، اللي عاوز اتكلم عن الدول العربيه المشاركه في انا من مستويات السنه دي تمام. بعد كده السنغال هتقابل طبعا كاب فيردي تمام، او ومالي هتقابل غينيا الاستوائي. الفايز من السنغال وكاب فيردي هيقابل الفايز من مالي وغينيا الاستوائي. غينيا هتقابل جامبيا، والكاميرون هيقابل جزر القمر. حظه رغم ان هو عمل معجزه بفوزه على غانا جزر القمر 3-2. والفايز من غينيا وجامبيا هيقابل الفايز من الكاميرون وجزر القمر. كوت ديفوار مع مصر، والمغرب مع ملاوي. الفايز من كوت ديفوار ومصر، ان شاء الله تكون مصر، هيقابل الفايز من المغرب وملاوي برضو. يعني مواجهتين ايا كان اللي فايز هيبقوا صعبين، يعني المجموعه دي صعبه جدا في مقابلات دور الثمان. اكيد انا بس انا شايف ان مشاركات المنتخبات العربيه مشاركات متواضعه الى حد ما دلوقتي، يعني جدا يعني مش هو ده المردود اللي احنا كنا بنعمله في المنتخبات العربيه بالذات، وخصوصا ان البطوله العربيه الحقيقه كانت احتفاليه، كانت مجرد احتفاليه، واظهرت الحقيقه يعني كانت مهرجان كره كويس جدا حقيقة جدا لكن مصر انها بالاداء ده، والمغرب وتونس والجزائر طبعا على راسهم الجزائر النهارده، انا صدمه بسميها نكسه كرويه، انتكاسه النهارده هم نكسه النهارده التاريخ بتاع النهارده ده. انا مشفق جدا على الشعب والانصاري في الجزائر، لان هم طبعا عاشقين لكره القدم زينا، منتخب كبير، منتخب شقيق، يعني احنا كنا الجزائر حطينا في المصف المتقدم. طبعا انت عندك النهارده الخمسه اللي هم مصنفين
على راس الفرق الجزائر المغرب تونس سنغال نيجيريا الخمس منتخبات الجزائر تقدر تقول هو المنتخب الوحيد اللي عنده منتخب ذهبي يعني جيل ذهبي بقيه المنتخبات كلها يعني كان الكاميرون ونيجيريا وكوت ديفوار حاجه كويسين بس زي ما حضرتك كنت بتتكلم مع كابتن سمير الجيل مختلف طبعا ده الجيل بتاع دروجبا اللي كان بيلعب ده مختلف بس خلي بالك مش واخد بال حضرتك ان لو الامور مشيت طبيعي مفيش مفاجات ان شاء الله لو مصر كسبت هتلعب المغرب ثم الكاميرون ثم نيجيريا الاربع ثلاث ماتشات دول يعني طريق لو مفيش مفاجات انت متخيل يعني ان شاء الله باذن الله نكسب الماتش الجاي وزي ما حضرتك قلت احنا 10 ماتشات كاسبين 9 فاحنا برضو نعتمد على التاريخ هم اكيد عاملين حسابنا يعني مهما كان مصر دول وبعدين كل ماتش له ظروفه والراجل طمنا شويه في الكلام امبارح قال ان يعني احنا البطوله بدات يعني من وجهه نظره يعني وارد ان احنا نقدر نكسب ما نكسبش ليه بس عنده ثقه كبيره جدا لعلم وانا شايف كمان ان مباراه النوك اوت اللي جايه هي بروفه رسميه للماتشين بتوع كاس العالم يعني هو حتى قال لك انا جاي عشان دول عشان كاس العالم طب ورينا بقى البروفه الرسميه قوي بقى مش الرسميه بس يعني كاس الامم الافريقيه طبعا ورينا بقى هتعمل ايه في مباراه النوك اوت دي بمناسبه الاجيال انا عايز اقول حاجه لو احمد حسن الصقر لو مع كيروش بالطريقه دي المنتخب ده قوته زيد 40-50% احمد حسن كان من هو اللي هيقدر نص الملعب اللي هو بيدور عليه يعني هو احنا عندنا الازمه هنا هو حقيقي لو احمد حسن بس موجود لعيب واحد فبتخيل بقى الجيل مختلف عشان كده بقول لحضرتك هو احنا معانا احسن لاعب في العالم او احسن لاعب في تاريخ كره مصر صحيح مع جيل انا مش عايزين نهاجم الجيل يعني لا. بس الكوره في مصر يعني هي فترات زي الجزائر ما عدت عليها دلوقتي في جيل بيجي مكتمل في كل المراكز وفي جيل يعني انت كنت الاول بتبقى عندك يمين وشمال في الباكات والطرفين الاثنين وتابع بالاحتياط الجيل ده عنده مشكله معذور فيها الجيل ما لعبش قدام جمهور خالص الناس ما بتلعبش قدام جمهور خالص اخر ماتش لعب جمهور ده ب 50-60 الف في مصر امتى؟ في الدوري مفيش لكن الحين فعلا المنتخبات الثانيه كلها بتلعب بجمهور تحت ضغط جماهيري كلهم في اوروبا طبعا واخدين بقى الضغط الجماهيري وفي كله يعني اعتقد ان زي ما كابتن ما يمكن زيزو يقوم بالواجب ده كابتن هو يقدر يقوم بيه بس هنخش في حته اللي حضرتك بتتكلم عليه انت جاي تجرب دلوقتي ومش مكانه وهل يعني لكن زيزو يقدر يلعب طب انت مين حط لي تشكيله كابتن بقى يحط تشكيله بالطريقه اللي هو بيفكر بيها دي زي ما احنا بنتكلم مفيش لعيب مناسب بيلعب في 8 مفيش عندكش انا بقول لك عندك احمد حسن او شبهه وبصراحه احمد حسام ميدو قالها اول ما الراجل ده مسك كلمه حق تتقال قال اللعيب اللي بيلعب 10 بس في مصر هيتظلم مع الراجل ده كلمه معروفه هو كان كلامه صح وقاري عشان كده قفشه الله بالظبط بعيد أيوة. وعبد الله السعيد هو خد عبد الله على فترات وعبد الله السعيد هو لعب ولعبها مع بيراميدز ولعبها في ليبيا وكان اداء كويس بس الفرق المنتخبات طبعا مش هتقدر تواجه حتى هو بيحب في خط نص اللاعب اللي يدافع ويهاجم يعني يدي الاثنين مع بعض عشان كده طلع حامل برضو دور الدفاع اكبر رغم ان احنا كنا محتاجينه بصراحه بس هو هو عاوز اللي يأدي الدور الاثنين ايوه هو يعني مسك كروش بيحاول اللي بيأدي الدور الاثنين دور دفاع ودور النهارده اللي جايب الجونين بتوع كوت ديفوار الاثنين نص ملعب اللي هو 8 الاثنين وشوف الجون الاولاني بتاع كوت ديفوار النهارده 4 جوه ال 18 البيبي ده بيلعب كره بالعرض الاثنين بتوع نص الملعب اللي جاب الاثنين جوه ال 18 طب ازاي نواجه كوت ديفوار دي مشكله هو خلي بالك احنا عندنا مشكله كبيره جدا احنا لو الضغط علينا عالي ضغط عالي وده كوت ديفوار لو فكرت كده وامنت ان محمد صلاح ما ياخدش كوره طويله احنا عندنا كازمه كبيره انا بقول لحضرتك هتبقى مشكله كبيره هتبقى كبيره قدام الضغط العالي مش هنشوف النهارده كوت ديفوار ما عملتش كده مع الجزائر يا محترم الجزائر وكانتش بتعمل ضغط عالي خصوصا نيجيريا لعبت كده قدام مصر ضغط عالي هتعاني عشان اللي هي هيبقى عندك حل واحد انك تلعب الطويل سريع على محمد صلاح عشان عنده صلح هو لو قدر يلعب على دي احنا لازم نشوف المدرب رمضان صبحي حل في ماتش زي ده لا انا بص يا دكتور انا ال 11 اللي قالهم كابتن سمير انا مختلف معاه في لاعب واحد بس وبالتالي اللاعب الواحد ده يقلب الطريقه هو قال السوليه والنني وانا بضيف عليهم حمدي فتحي على حساب رمضان صبحي فانا عايز العب انت عاوز ثلاثه في نص الملعب ثلاثه وعايز تعمل كثافه زيزو يروح مكان رمضان صبحي يلعب مكان عمر مرموش لان رمضان زيزو دور دفاع وهجومي في نفس الوقت بالظبط وعنده القدره عندك ثلاثه في هو ثلاثه سادين نني وزيزو بيعرف يرجع وفتحي بالظبط كده احنا هنلعب على الزون ونلعب على المرتدات ولو وصلنا ضربات جزاء ده وارد يعني اعتقد ده ما اعتقدش وبعدين هو طبعا كده خلي بالك هو الراجل ده الاحصائيات بتقول ان تاريخه 51% في تاريخه كله مع المنتخبات استحواذ
يعني هو ما بيستحوذش، اسلوبه ما بيستحوذش، هو اسلوب دفاعي الى حد ما وده مش غلط ومناسب لينا ما عندناش ازمه، بس اقصد انت ما تتوقعش انه هيعمل ينزل يعمل استحواذ، احنا كان في استحواذ شويه في ماتش السودان للفرق الكبير بيننا وبينهم يعني، لكن هو مش طبعه كده، هو في الغالب هيلعب على الزون ويلعب على المرتدات، ففي المرتدات عايز سرعات. ففي الاخر احنا برضه هنعتمد على محمد صلاح، حاله محمد صلاح تفرق معانا كتير جدا. طبعا وانا بصراحه برضه عايز اتكلم الناس بتهاجم محمد صلاح هجوم غير مبرر. محمد صلاح يا جماعه، لا ده محمد صلاح قماشة تانية وفكر تاني وكل حاجه، ومعلش ما هي المشكله كلنا بينا حظ الوحش انه جاي ما خدش بطولات معاهم، الناس اللي طالب صلاح ما يبقاش موجود ولازم يقعد ازاي يا جماعه؟ شفتوا مانيه عامل ازاي مع مانيه؟ على السنغال فعلا هدف واحد يا كابتن، لكن صلاح من ركله الجزاء في الدقيقه كام؟ في اخر في الوقت الضايق يعني، من يومين احنا بنحتفل صلاح كنا عايزينه ياخد احسن لاعب في العالم في وثلاث. انت النهارده عشان لعب ماتش وحش، هو كان سيء ماتش بس بيحاول عشان لعب ماتش وحش، انت عايزين تقعدوا احصاطي في كده؟ لا مش ممكن، هو السوشيال ميديا ده بقى صعب جدا، واللي عايز يكتب حاجه يكتب. انا عارف الناس متضايقه والناس زعلانه، بس الهجوم على صلاح ده احنا المفروض تبقى ظهر صلاح. اه احنا عشمانين فيه اكتر من كده طبعا، لكن خليك فاكر انت جايب كام جول لحد دلوقتي؟ جايب اثنين، صلاح جون اسيست تقريبا، هو عامل اسيست الماتش اللي فات، يعني هو عامل الشغل الهجومي كله، وانت هتعمل ده الفتره اللي جايه. صح، متهيألي المنتخب محتاج ان احنا نتعامل معاه بطريقه افضل شويه. اكيد عندنا يا كابتن باهي تاني. طبعا عندنا ماتشات اللي هي الكاس اللي هي المحليين بقى. عندنا تقارير ولا حاجه عايزين يطلعوا بيها ولا حاجه؟ لا، اللي هو دوري كاس الرابطه. انت رايك يا كابتن حسن بالنسبه لكاس الرابطه اللي محدش حاسس بيه دلوقتي، جاهز في بدايات البطوله ولا عشان كاس الامم الافريقيه خطفت الانظار من كاس الرابطه؟ وهو يعني هي لو اعتبرنا بطوله وديه طبعا هو مفيد جدا. تسويقيا مفيد، واللعيبه بتلعب ماتشات رسميه الى حد ما يعني، ولكن خلي بالك كاس الرابطه في مصر هو ملوش اي دور على ما اعتقد في اللوائح. لا، بمعنى في الدوري الانجليزي اللي بياخد الكاس ده ممكن يلعب تشامبيونز ليج، مش مؤدي للبطولات الثانيه، فهي دي هيبقى عيبها شويه، لكن هو احسن يعني. كان الفتره دي ما كانش فيه كاس رابطه، كان هيبقى الماتشات كلها وديه والانديه مش هتستفيد، فانا شايف ان هي بطوله جيده جدا هنتكلم فيها بالتفصيل، لكن نروح ندعم منتخبنا من خلال تقرير. اكيد طبعا ممكن قوي طبعا نشوف تقرير عن منتخبهم. كنا بنتكلم عن كاس الرابطه، انا بصراحه شايفه ان اعداد قوي جدا للفرق وبطوله بادئه قويه جدا، على الرغم من انشغال الناس بكاس الامم، لكن الناس كلها بتتابع. الاهلي قدم فريق من الشباب على اعلى مستوى، تمام. فيوتشر ماشي كويس جدا، اتحاد سكندري، فرق كتيره، البنك الاهلي، تمام. المقصه برده كان ماشي كويس قبل مباراه النهارده، فانا شايف كتير جدا من الفرق استفادت. الاسماعيلي، الكل بيستفاد من البطوله دي يا كابتن حسن. طبعا بطوله مميزه، وقلنا انها يعني احسن ماتشات وديه كتير، واللي بيلعب بالناشئين كمان، الناشئين دي هتظهر، وخلي بالك الناشئين دي هتتنقل قريب، هتبص تلاقي كل اللعيبه المميزه دي حتى لو مش هيكمل في الاهلي هتلاقيه بقى في اسماعيلي، وتلاقيه في مصري، وتلاقيه في اتحاد، وياما حصلت كده قبل كده كتير، ان بتبقى بطوله فرصه كويسه قوي لابراز مجموعه من اللعيبه الجديده يعني. وزي ما حضرتك قلت هي برضه تجربه جيده لبعض الانديه تاخد الثقه، وفي انديه جايبه مدير فني جديد، وفي جايبين بعض الصفقات الجديده، فرصه كويسه جدا، وانا شايف انها فعلا بطوله ناجحه يعني. النهارده طبعا كان اسم كومباني انهزم من الاتحاد 0-1، وبيراميدز خسر من المصري بورسعيدي 0-1، وفيوتشر فاز على مصر المقصه 1-0. بكره ان شاء الله الاسماعيلي مع البنك الاهلي، سموحه مع الجونه، والاهلي مع المقاولين. اسماعيلي مع البنك الساعه 2:30، وسموحه في نفس التوقيت، والاهلي مع المقاولين 5 مساء. يوم السبت ان شاء الله سيراميكا كليوباترا هيتقابل مع انبي 2:30، فاركو مع طلائع الجيش في نفس التوقيت، والزمالك مع غازي المحله في الخامسه مساء. طبعا في المجموعه الاولى فيوتشر 9 نقاط، العلامه الكامله. علي طبعا ماهر عمل شغل رائع بصراحه. اتحاد سكندري 7 نقاط، مصر المقاصه 6، المصري 4، بيراميدز وايسترن بدون نقاط. بيراميدز لغز. لا مش بيراميدز لغز. انت لو هتلاقي المربع الذهبي للدوري العام سواء اهلي زمالك بيراميدز مصري بره فدي حلاوه بقى الدوري ده الشغل الجديد ده الشغل الجديد الدوري ده انك تلاقي اللي بينافس مين بقى اللي هو الانديه اللي في الوسط او في وعاجبني ان الاسماعيلي اول المجموعه الثانيه معاه الجونه، يا ليه المقاولين يا ليه الاهلي، سموحه البنك الاهلي. اكتر مستفيدين الاسماعيلي نفسيا ومعنويا. انا سعيد، انا الاسماعيلي لما بيبقى فيه كل حاجه ببقى مبسوط بصراحه.
الاهلي ما يهموش البطوله دي بدليل ان قوام الفريق كله بيقدم شباب كل شباب 2001 و2003 في لعيبه من 2003 يا كابتن حسن بيلعبوا مع الاهلي الزمالك برضه بيلعب شباب هايل 2004 مش عارف اسمه رأفت وليه تشوفه هايل يعني هو ده المكسب بتاع النادي الاهلي مش مكسب بطوله لان الاهلي بيبص لاكتر بكده الاهلي والزمالك بالذات الفرق البطوله كله وعنده زياد طارق ومصطفى شوبير في حراسه المهم لا عنده عمل قدم اسماء جميله فهي ده المكسب البطوله نمره اتنين بقى مكسب البطوله ان فيها بطوله فيها رعاه وفيها فار وفيها تحكيم بياخد نفس السالري او نفس الراتب اللي هم بياخدوه في الماتشات الرسميه دي يعني دي حاجه طبعا نرفع القبعة للاتحاد الكرة وتحسب لرابطة الأندية والسيد أحمد دياب بصراحة طبعا بنتكلم بصراحة الحقيقة عشان يعمل حاجة زي كده وبنفس يبقى في جوائز مالية ونفس الفار والحكام و كأنه دوري بالظبط عارف ليه في حاجة تحسب في تناغم دلوقتي ما بين الاتحاد وما بين لجنة رابطة الأندية بالظبط كده كويس جدا في تعاون بعد ما كان في إيه؟ لا دلوقتي في تعاون كان في اكس على تعاون جميل ما هو ده هو يا جماعه دي دول ناس نقلوا شكل الدوري شكل تاني عملوا بطوله جديده احنا بنعمل كله جاي لخدمه مين؟ الكره المصريه بالظبط حط ايدك في ايدي يلا نتمنى بقى الرابطه القسم الثاني هيبقى فيه روابط قسم ثاني وقسم ثالث وتسوق بالتاكيد بكل توقيت تسوق عايزين اللعيبه اللي تحت دي تفوق في لعيبه فيه كنوز في دوري القسم الثاني طبعا سيراميكا كليوباترا على راس المجموعه الثالثه 4 نقاط وفاركو 3 وطلع الجيش 2 غازي المحله 2 ام بي 2 والزمالك نقطه واحده لكن. عندنا ايه تاني ناخد ايه القسم الثالث بقى عشان نخلص منه ونخش بقى الممتاز يلا بعد كده نخش القسم الثالث كلنا اذان مصغي حبيبي القسم الثالث طبعا احنا عارفين انه بيختلف عن السنه اللي فاتت السنه اللي فاتت كان 176 نادي مقسمين على 12 مجموعه السنه دي 152 نادي على 12 مجموعه وعلى نفس برضو المنوال هيهبط من 4 إلى 2 يعني مثلا المجموعه الاولى والثانيه والثالثه دول 10 فرق يهبط منهم اتنينات وتلاتات على حسب الاعداد عشان توصل بدل ما يبقوا 12 مجموعه يبقوا 9 مجموعات وده طبعا انسب من وجهه نظري ده انسب حاجه للقسم الثالث في العصر الحالي يعني الاوائل طبعا الاوائل المجموعات ال 12 الحقيقه طبعا بيكافحوا بشكل كبير جدا انا شايف ان المجموعه السادسه الاقوى اللي هي مجموعه القاهره ليه؟ لان كابتن حسن في 6 فرق بيتنافسوا ما تعرفش مين يصعد للممتاز وفرق معظمها كويسين فعلا بالظبط انت لو بصيت لكل مجموعه يعني مثلا خدتها مجموعه مجموعه لو خدت المجموعه الاولى يا دوبك التعدين وقوس ومعاهم الاقصر وبعدين من بعيد شويه ادفو المجموعه الثانيه اهل المنشاه وبعدين شبان قنا طبعا كابتن محمود ابراهيم عامل شغل مع شبان قنا السنه اللي فاتت قنا والسنه دي شبان قنا كلنا نتائج المجموعات كده برضه وانت ماشي المجموعه الاولى طبعا لا انت هتقول نتائج 12 مجموعه كم احنا انت مستعجل؟ لا نصر التعدين بيفوز على فكره مركز شباب القرنه ده اول مره او القرنه بيشارك لاول مره في انديه هتلاقيها بتشارك لاول مره في تاريخها يعني يا بلد فضيله الامام الاكبر الشيخ احمد التعدين بيفوز على القرنه 3-1 وقوس بيفوز على التحرير 2-1 والاقصر على شعب وقوس 5-1 وشباب الزهراء مع ادفو 2-2 و0-0 مع شبان اسنا مع ابو الريش يبقى عنوانها الارض ضد اصحابها مفيش ولا فريق كسب على ملعبه المجموعه الثانيه الشبان هنا بتعادل مع شبان المراغه 3-3 واخميم 1-1 مع الرحلات ومركز شباب وطيشت 2-2 مع طهطا والمنشاه بيفوز 1-0 وبيعتلي القمه اهل المنشاه ب 20 نقطه ثم شبان هنا ثم شباب وطيشت واهل المنشاه لاول مره في تاريخه بيعتلي القمه سواء اثناء الموسم او اخر الموسم خلي بالك المركز الرابع والفرق بين الاول نقطتين والمركز الرابع قفت دي عند ماتش مؤجل بالظبط تبقى اول يعني المجموعه دي صعبه جدا هيبقى 21 يعني فرق بالظبط كده فالمجموعه الثالثه اسمنت اسيوط يمكن يعني طبعا اللي هو صاعد او اللي كان هابط من السنه اللي فاتت منافسه مع شباب نصر الملاوي 26-24 نصر الفكريه 22 بنفس الرصيد ابو تيج النصر الفكريه بيخسر على ملعبه من صملوط 0-1 والقصيه 1-1 مع الخارجه بني مزار 0-0 مع اسمنت اسيوط ابو تيج 0-1 مع القصيه 3-2 نصر الملاوي طيب. مع شباب كابتن حسن كمل
المجموعات اللي بعدها المجموعه الرابعه. المجموعه الرابعه طبعا لافيينا طبعا اول المتاهلين من وجهه نظري. الحقيقه لافيينا في حته ثانيه خالص يعني. محمود محمود الاسيوطي كلمه حق تتقال يعني. منظومه محترمه وامكانيات سيف ووائل حبيب لا ناس ممتازين الحقيقه يعني. فطبعا انت بتتكلم في فرق نقطه كام 12 نقطه فدي شبه محسومه. النتائج كانت الوسطى كسب 3-2، راس غارب كسب 7 نادي شباب الناصر، مركز شباب بيبقى اتغلب على ارضه من شباب سموسطه 1-0، مطرطاس ومطرطارس وابوكساه 2-2، مركز شباب سنورس ولافيينا، لافيينا كسب برضه بره 2-1، عاملين غارب ومركز شباب الفيوم 1-1. اقول انا المجموعه اللي بعدها مجموعه الجيزه، جولدي فاز على مركز شباب بدر رشيد 2-0، طيارات تعادل مع مركز شباب سور بدون اهداف، العياط 3-3 مع مركز شباب بشتيل، مستقبل الوطن فاز على حدائق الاهرام 2-0، النجوم فاز على الحلوان العام 3-0، كسكادة تعادل مع الصيد بدون اهداف، والمعادي واليخت تعادل مع مركز شباب ابو النمر 3-3، النجوم 38، مستقبل الوطن 35، ويليهم بعد كده 25 مركز شباب ابو النمر والصيد 24. منافسه ما بين النجوم ومستقبل الوطن. عايز اقول معلومه ان مركز شباب سول هو طبعا بيصعد لاول مره في تاريخه، وهو مخزن لفريق النجوم. معاك. لان النجوم هو بيرعى هذا الفريق ومصدر له لعيبته اللي هي المواليد 2000 و2001، وبحس ان هم يبقوا مخزن للفرقه دي عشان تمام يبقى في احتكاك يعني. معلومه جميله. اللي بعدها المجموعه السادسه اللي انا بقول عليها هي اقوى المجموعات اطلاقا. المازا العبور في المركز الاول 33، الشرطه 30، تامين 28، شمس 28، طوخ 27، شباب بطا 25، شبين القناطر 23. لغيت السابع بصراحه. فالبلاستيك بقى طبعا هو لغز كبير، بلاستيك 17 نقطه، بيتراجع عن كل سنه عن 5 سنين بقاله بينافس. اسكو 17، المازا 12، الاميريه 11، التربيه والتعليم لاول مره بيشارك في القسم الرابع 10، والغابة 10، والمرج 8، والقومي 5. القومي بعد ما كان في المركز الثاني السنه اللي فاتت، السنه دي بيعاني المجموعه دي فعلا كانت كويسه قوي. طبعا العبور ده انا اتعاملت معاه عبور جميل جدا، ناس ممتازه جدا، فرقه محترمه وكانت كويسه قوي، يستحق يصعد اتحاد الشرطه. الشرطه تأمين الشمس ده يعني بيتي وانا بحب نادي الشمس، فنتمنى لهم التوفيق. اكيد اكيد. انا عايز اقول برضو ان اول 4 جولات من الدور الثاني هو ده الدوري اللي بين المتنافسين اللي هيحدد. لا بين المتنافسين دول اللي هيقابلوا بعض. خمسة كابتن هيقابلوا بعض. احنا عندنا بص الماظة هيقابل الاميريه، التربيه والتعليم مع اسكو، بلاستيك مع الشمس، طوخ مع مصر التامين، ادي واحده. ادي واحده. العبور مع اتحاد الشرطه. اول وثاني. اول وثاني. العبور هيلاعب مركز شباب بطا مع الغابه، شبين القناطر مع المركز. بالظبط. فهتلاقي بقى ايه، العبور يروح يلعب الشمس الاسبوع اللي بعده، بعدين الشمس يلعب الشرطه. طيب فهتلاقي الدنيا. ناخد المجموعه اللي بعدها، دمياط مركز شباب ميت الخولي خسر من دمياط 0-1، غزه دمياط تعادل مع مركز شباب بوشحته 1-1، مباراه كان فيها شغب وبتنظر حاليا. رباط الانوار فاز على المطريه 1-0، النوبه خسر من الشهداء 1-2، مركز شباب تل الكبير 0-1 امام كهرباء اسماعيليه، راس البر خسر امام مركز شباب السر 0-1، الكهرباء 32، السر 25، دمياط 24، راس البر 21، والنوبه 20. عايز اقول معلومه ان كهرباء اسماعيليه في المركز الاول اهو. انا قلت من 3 سنين كل فرقه هتصعد الفريق الثاني هو اللي يصعد بعديه. بمعنى السنه اللي قبل اللي فاتت بورتو كان من الثاني، بورفؤاد هو اللي صعد. هو اللي صعد السنه اللي فاتت. كان بورفؤاد صعد، كان الكهرباء كان بعد. طيب يعني نشوف مين اللي وراه السنه دي. السنه الجايه لا كام يعني نشوف مين اللي ورا الكهرباء السنه دي. السر ودمياط، يبقى مركز شباب السر والسنه الجايه يعني، او دمياط واحده من الاثنين. وانا بقول لك من دمياط. تمام. والسر اول مره في تاريخه برضه يشارك في قسم الرابع. اللي بعد كده يا كابتن حسن دهلي، المجموعه الثامنه نابارو كسب السمبرون 4-1، بالاس ومياد دهليه 0-0، مركز شباب مني السمنود 1-0 على ميجا سبورت، شربين اتغلب على ارضه من شبان بدواي 1-0، بني عبيد وبنيت النص 0-0، مركز شباب الامير اتغلب على ارضه 1-0 مركز شباب الخيريه. عندك نابارو الاول 27، بالاس 24، بدواي 23، بدواي مركز شباب مني السمنود 21. برضه مجموعه قويه. بالمناسبه بني عبيد تولى اكرم عبد المجيد، بنبارك له، وهو جاي لمهمه انتشال الفريق من عدم الهبوط. فطبعا بنقول له بالتوفيق. اللي بعد كده كابتن باهي، طنطا تقريبا بنقول له برضه مبروك بعد لافيينا ان هو الصعود للدوري والقسم الثاني. هو النهارده عنده 37 نقطه،
وبلطيم 29 ودسوق 26 وسمنود 25. اعتقد ان ده مربع المنافسه وطنطا بيقترب بشده كبيره جدا. السبورتنج كاسل خسر على ملعبه من سمنود 0-1 وبنفس النتيجه سيدي سالم من بسيون، والماليه بيتعادل مع محله حسن 1-1 والحمول بيفوز على سيدي غازي 1-0 وسخه بيخسر على ملعبه 0-1 من دسوق، وبيله 0-0 مع طنطا، بلطيم 4-3 مع عصمصون. وبالمناسبة أنا بس بحيي طنطا لأن الكابتن عبد اللطيف الدماني في طريقه لتحقيق رقم غير مسبوق في القسم الثالث. كده هيبقى يصعد 7 فرق محدش عملها. يمكن أكتر فريق للممتاز به كانوا 4 فرق طبعا أيمن ميزان وحسن شحاتة ومحمد صلاح، دول على راس أيمن ميزان بقى بيقول معاك نجم كبير مدير فني كبير جدا كابتن حسن موسى بصراحة ومسا عليك حبيبي. والله بعد بيقول معاك لسه بنقول اهو نجم كبير ومدرب دايما كان يقول عليه دايما والله بجد من ورا اشتغل معاه طبعا يقول كابتن حسن مدرب كبير جدا دايما والله دايما دايما حاله كده على طول بصراحة يعني وشخصية جميلة. طبعا مجموعه الشرقيه والمنوفيه او المنوفيه والشرقيه سلسل ليان تعادل مع فقوس 1-1، مركز شباب 3 فاز على غزل شبين 1-0، جمهوريه شبين على ابو كبير 3، الشرقيه مع شمون 1-1، متخلف 2-1 على مركز شباب ابو حماد، منوف مع مركز شباب كفر صقر 1-1 كده. الجمهوريه عدل الاوضاع اصبح 27 نقطه، عصام شعبان طبعا ميت النجم الكبير متخلف 22، سلسل ليان 22 ومركز شباب 3 21، والشرقيه للاسف 19 للسنه الموسم الثاني على التوالي. الحقيقه طبعا نتائجه غير مطمئنه على الاطلاق رغم الامكانيات اللي بتمتعوا بيها. طيب اللي بعدها عشان بقى ناخد التقرير ونخش على القسم الثاني. المجموعه ال 11 دايما برضه 16 16 نادي اكبر مجموعه اكبر مجموعة. بس الجميل بقى ان فيها وجوه جديده لاول مره. الاسطول طلع الاسطول وبروكسي والدلنجات اللي هي الدلنجات قديم كانت نهى الثاني بعد المجد. فالدلنجات عندها فرصه برضو انها تصعد، لكن امكانيات طلع الاسطول وبروكسي والدلنجات دول اكتر امكانيات. وبالمناسبه بروكسي افضل فريق عمل فتره اعداد واكتر فريق كسب واكتر فريق يا كابتن حسن لاعب فرق من الممتاز بيه وممتاز في فتره الاعداد كانت نتائجه حتى في الكاس كان وصل لادوار متقدمه بالظبط. فعشان كده صعب جدا انك تقول مين اللي يصعد في نتائج الاسبوع. المعموره خسرت 2-3 من طلائع الاسطول، بروكسي كسب الممتاز 4-0، الاسكندريه بترول 2-0 على نهضه العمريه، كوم حماده 1-1 على الترام، دلنجات على بدر 4-0، ديلفي 2-1 على غزل كفر الدوار، مياه البحيره 2-1 على ايتاي البارود. وبالمناسبه بنبارك طبعا الكابتن احمد صالح اللي هو كان ماسك المجد ماسك دلوقتي مياه البحيره بدا يعدل من اوضح احمد من كويس. شبابكم حماده 4-1 على شباب الاباري. الاباري بص بيعاني الهبوط، معلومه برضو الاباري كان السنه اللي فاتت اللي كان بيعاني الهبوط الكابتن يملك مارو وهو هداف الهدافين. هو هداف ال 12 مجموعه. من اللي خطفه؟ لافينا بكام؟ 40,000 جنيه من الاباري، وقدر فعلا منظومه لافينا ده عين وائل حبيب. ايوه عين وائل حبيب بالظبط. ان يكون واحد يفكر يجيب هداف الهدافين مين وفين وفرقه بتهبط لا يبقى ده فكره بصراحه. طبعا في مجموعه شمال سينا النصر فاز على مركز شباب خلفه 2-1، نجم سينا تعادل مع مركز شباب احمد المنسي 1-1، وابي صقل فاز على 6 اكتوبر 2-1 كده، نجم سينا 17، ابي صقل 15، 6 اكتوبر 9، مركز شباب المنسي احمد المنسي 9، النصر 4 ومركز شباب الخربه 4. طبعا دي المجموعه المقسومه الف وب مع المطروح. مطروح ومطروح بقى اللي بينافس فيها طبعا الاول الجزيره مطروح كابتن حسن والتاني الحريه 20 والتاني الضبعه 18، هم دول الثلاثه اللي في المنافسه بالظبط. لا والغد شباب الضبعه 15، الدنيا قريبه من بعضها. طيب نروح نشوف تقرير بقى مصور بالاهداف بالمتعه ونرجع على القسم الثاني ان شاء الله. اتفضلوا يا شباب. كانت لعبه حلوه وخطره جدا وهدف اول بشكل متميز للاعب سنورس، وادي كوره جول هدف التعادل في مباراة اليوم. خد سكولز بيلعب كرة عرضية داخل منطقة خطرة جدا. يا ولد يا ولد يا ولد يا هداف. ماشي الكرة الكارثة تصويبة هي الله. الحمد لله رب العالمين على المكسب النهارده.
الحمد لله مكسب وأداء. احنا بنحاول نحط مثل النصر في وضعات طبيعي. مثل النصر اسم برضو كبير وبلد كبيرة، بنحاول نرضي الجمهور على قد ما نقدر في ظل الامكانيات. برضو عندنا الامكانيات يعني بنعاني فيها شوية. العبها بقى جوه المنطقة، العبها جوه المنطقة لعبابي. معايا كاس فن محترم، معايا لعيبه رجاله، معايا مجلس اداره محترم. من اول يوم واحنا بنعمل الفرقه ديت عاملين فرقه دي صعود، حالتنا سوء توفيق في ملعبنا كتير، بس الحمد لله احنا بنلعب كل ماتش بماتشه، وكل ماتش نقفل صفحه الماتش، هنقفل صفحه شربين ونفكر في الماتش ميجا ان شاء الله. والحمد لله وبحمد ربنا على 3 بونت. الحمد لله بنحمد ربنا. كنا محتاجين الفوز ده على ارضنا، احنا بقالنا 3 ماتشات بنلعب بره، حصل اخفاق في مباراه وتعادلنا مباراه مع الميه ومع بني عبيد، فكنا محتاجين المكسب ده على ارضنا عشان نبدا تاني نعود لنغمه الانتصارات ونبدا تاني للمنافسه ان شاء الله. اللاعب رقم 14 سعيد حمدي عدى واحده والثانيه، ادي سعيد حمدي هو اللي ورا سعيد حطها عند اللاعب اطفال من مصلحه الملعب. الظروف الامير كل عارفها، يعني ظروف الازمه صعبه، انا جاي في ظروف قايمه مقفوله في ازمه ماليه، فبصراحه الوضع صعب، الوضع صعب جدا، ما نقدرش نقول عليه اي حاجه بصراحه. على طول بيبو 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 واتصدر والتاني هدف على طول يصحح الاوضاع، ولكن ضغط توصل هنا يا ولد، بقول لك هنري هكام بالفطرة. زيد مرة تانية، أبو زيد أبو زيد أبو زيد، على طول هجمة مرتدة سريعة الفرينة بارو تصويبة وهدف. مباراة صعبة جدا طبعا، 4-1 الماتش، لكن الموضوع كان صعب، لكن احنا قفلنا برضه نزلنا بجانب 3 سردباكات، وكان عندنا مساحات والناس عندها سرعات نزلت، قدرنا ان شاء الله ان احنا نكسب. المشاكل كلها صعبه، هتلاقي كل الناس هتقع. بهني فرقتي، يعني طبعا كنا جايين نلعب على 3 بونت، وكانت التغييرات حتى كلها هجوميه الحمد لله، 5 تغييرات هجوميه ووصلنا للجون يمكن لاخر دقيقه 5 ودقيقه 50 انفراد مضيعينه الحمد لله، الولاد واقفين على رجلهم كويس، انتشارنا كويس الحمد لله، وبيلعبها مباشر على طول وبتاع من شرط القدم اليسرى، وبالفعل بيلعبها عاليه لكن مدافع وخطوره، لسه الخطوره قائمه يا طبعا مش شغل على النتيجه، ولكن ده وضع طبيعي، يمكن في غيبات حوالي 14 لاعب النهارده، وحاجه مش فيهاش خالص في حياتي، يعني 14 لاعب في توقيت واحد ما بين اصابات ووقفات وامتحانات عندهم. عندي البديل لكن انت عارف حضرتك اللعيبه الغايبه كلهم كانوا رجلهم في الملعب وعندهم حساسيه المباراه، وكان فيهم يعني الخطوط كلها كانت في ربط بين الخطوط كلها، وفي تبانس وانسجام. الكبيره هدف 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 شكوكو لاعب العرضيه هدف ماريو. الحمد لله النهارده عندنا مباراه كويسه، مباراه كبيره، اللعيبه كانوا رجاله، الظروف كانت صعبه النهارده، يعني مثلا المطر، عندنا نقص عارضي بعد طرد اللاعب زيكا بعد ما احرز هدفين النهارده، فالحمد لله يعني بدينا الدور الثاني بدايه موفقه، 3 مكاسب ورا بعض. النهارده ماتش صعب بعد الاخفاق في المباراه اللي فاتت، كان لازم النهارده ان احنا ناخد الثلاثه بونت عشان يدخلنا تاني في المنافسه. الحمد لله ربنا كرمنا بفوز كويس يرضي طموحنا. اظن تحليل يعني مستفيد في كل حاجه. ثلاثه شغالين محللين على بسم الله ما شاء الله، بس 4-3-3 اللي قلبت. طبعا في اللي بدانا بيه. خلوني بس برضو واحنا مع بعض يعني نتقدم بخالص العزاء لاسره كره القدم في اسوان في وفاه رمز من الرموز الخاصه بنادي اسوان وبكره القدم في ساحات مصر وفي مصر،
دكتور حسن عبد القادر، الشخصية الجميلة المحترمة اللي يعني بتجمعنا بيه كلنا صداقات عديدة جدا، يعني انتقل إلى رحمة الله اليوم، تغمد الله الفقيد بواسع الرحمة وألهم أهله الصبر والسجوان، وخالص العزاء لكل عشاق ومحبي نادي أسوان ولمجلس إدارة نادي أسوان طبعا برئاسة المستشار الشافعي صالح، وأيضا والرئيس السابق طبعا ست اللواء أحمد سليمان، وكل الأهل في أسوان. كمان بنعزة طبعا كابتن محمد زيدان نجم مصر الكبير في وفاة والده النهاردة، تغمد الله بواسع الرحمة. كابتن عماد النحاس أيضا كان والده انتقل إلى رحمة الله، وكابتن محمد صبري في والدته تغمد الله الجميع بواسع الرحمة وألهمهم جميعا الصبر والسجوان خالص العزاء. طيب أنا عندي خبر قبل ما أخش على الدرجة الثانية بقى وناخد بتاع، أسعدني جدا النهاردة أن مستشار مرتضى منصور أعلن تكفل نادي الزمالك لعلاج النجم الكبير أشرف قاسم. ولما نتكلم على كابتن أشرف قاسم افتح برنس الكرة، بص برنس الكرة المصرية، الاحترام، الأدب، الواجب، الشخصية المحترمة المحبوبة من الجميع. كابتن أشرف كلاعب طبعا عاصرناه وشفناه كلنا حاجة كبيرة جدا، كمدير فني دايما كنت بعشقه، مره في طنطا فتره كنت انا قريب من كابتن حسن، مره في المحله كان يحب الكره الهجوميه كابتن حسن، هو دربني في كابتن اشرف من الناس الجميله قوي 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 يعني في اول سنه تنافس دوري ممتاز، كان هو المدرب الفني وكنت بلعب في الفرقه، ومدرب كبير وشخصيه جميله وعلى فكره انا فعلا والله انبسطت جدا لما عرفت خبر انا اولا طبعا. ربنا يشفيه كابتن اشرف، حضرتك رمز كبير جدا الناس كلها بتحبك وان شاء الله هتقوم منها بمليون سلامه، بمليون سلامه ان شاء الله، كلنا معاك بنأزرك وإن شاء الله يا رب ترجع تنور الدنيا كلها بإذن الله في التحليل وفي الملاعب وفي كل مكان. وبنشكر مستشار مرتضى منصور، وده عهد بصراحة، كلمة حق لازم تتقال، الراجل ما تأخرش في حاجة زي. أنا عايز أقول أن كابتن أشرف قاسم فعلا برنس الكرة المصرية سواء كلاعبا أو مدربا. أنا يمكن عصرته شوية لما كان بيدرب في نادي الشمس، وفاكر جملة كويسة قوي جماعتنا، كان في حوار بيني وبينه وقتها ان هو ما قال لهمش انا عايز كام، قال لهم انا هدرب الفرقه وانتوا تقدروا بعد كده. الحقيقه يعني ما كانش ليه شروط مجحفه، ما كانش له شروط ان هو يدوني كذا عشان ادرب كذا. والحقيقه طبعا هو بيملك من الرشاقه في التعامل زي رشاقته في الكلاعب، يعني بصراحه ما زعلش حد، ربنا يشفيه فعلا من الشخصيات الجميله جدا بصراحه يعني. طب قول الو السابق. الو 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 مساء الفل. مساء النور. انت داخل الحبايه منورنا حاج احمد ابو ضحى. حبيبي حبيبي يا دكتور. حبيبي يا حاج احمد. الله يخليك. ازيك يا محمد؟ حبيبي حاج احمد، منور الدنيا ومنور صدى البلد وملعب البلد. وطبعا بتتكلم بقى من المنصوره ولا من القاهره؟ لا في القاهره. فدايما منور كده. سيبنا بارو وقاعد في القاهره. سيبنا بارو جاي في الدفا. سيبنا هو ده كله في نابورو. ما شويه كده وشويه كده. منور يا حاج احمد. حاج احمد ابو ضحى رئيس نادي نابورو. طبعا في مشكله موجوده عندك في النادي، كلنا اذان صاغيه يا كابتن احمد اتفضل. والله بص يا دكتور، احنا يعني سنه 2017 تم طرح الملعب عندنا ان هو يتعمل له تنكيل. بدانا من 2017 لحد 2019 ما فيش حاجه كملت. 2020 جت الشركة اللي واخدة الملعب، عملوا حاجات بسيطة كده سميل وحطوا شوية حصب، ولحد دلوقتي 2022 ما تمش أي حاجة بالنسبة للملعب. في ظل إن إحنا عندنا أندية كتير زي المطرية، المنزلة، مدينة النصر، أندية كتير جدا كويس. انطرح لها الملاعب بتاعتها في سنة 2021 وخلصت في 2021. فأنا يعني احنا بنناشد السيد الوزير ان هو يهتم بالموضوع دوت، ورحت معاه مع الدكتور مكرم واتكلمنا في الموضوع ده، ومش قادرين نوصل لأي حل خالص. يعني لك ان تتخيل ان مثلا ملعب يقعد خمس سنين علشان يتنجل. طب انا مش عايز انجله، عايز الغيه خالص. واستفاد بيه بقى كنادي اجتماعي او ده الملعب الجديد صح كده؟ ده الملعب الجديد. بالظبط كده. يعني انا عايز الغي الملعب خالص واستفاد بيه كنادي اجتماعي. مش قادر ان انا اشيل الغي الحاجات اللي اتعملت، لان لو لغيتها فيعتبر ايه يعني اهدار للمال العام. يعني احنا ما بين حاجتين،
وبعدين هي سياسه الدوله والسيد رئيس الجمهوريه اللي كلنا بنبدا ان احنا نسابق الزمن ان احنا نبني انشاءات ونطور باسرع وقت واسرع مده ودي تعليمات السيد رئيس الجمهوريه. انا بضم صوت لصوتك ومعايا الكابتن محمد وكابتن حسن طبعا خالص الامنيات بالشفاء العاجل مع الوزير الصديق العزيز دكتور الصبح ان شاء الله يرجع بالسلامه ينور مكانه باذن الله وهنكون متواصلين معاه لايجاد حل لهذه الازمه لان بكل تاكيد نابروه اصبحت في حته تانية خلال الفتره اللي فاتت سواء كان ايام احمد المسيري او معاك ايضا حاج طبعا احمد البضوحه وقبليك ايضا كمان مسيري حاج رضا الشعلان والمجموعه كلها. بشكرك شكرا جزيلا حاج احمد وبالتوفيق ان شاء الله باذن الله. ابو حاولوا يا جماعه كمان قدام بس جيبوا لنا الكابتن عبد الحميد مصطفى رئيس نادي كفر الشيخ برضه في مداخله كان طالبها. نشوف افضل خمس اهداف. جاهز يا طايل ولا شويه؟ الحل بيهم يا دكتور. طيب يلا خمس اهداف يلا مع بعض. نبدا. يا كابتن حسن اختار ايه؟ طبعا الهدف الاولاني بتاع علي بتاع السود جون صعب قوي بصراحه. فبالتالي ده لو الملعب فاضي يعني لو جبناه دلوقتي وحطيناه في الملعب فاضي ومفيش حد مش عارف يحطها كده تاني. صعبه جدا مسافه بعيده قوي. بس واضح انها شويه من قبل منتصف الملعب قبل خالص يمكن الهواء برضه في ملعب قصير يخدمه شويه لان الملعب ده فيه هواء كتير بس الصراحه بس المرمى ما كانتش متقدم يعني انا عمري ما اعرف اجيب جون زي ده قبل ولا ايد ورجل صعبه قوي بصراحه ولا ما شاء الله يعني ولا ايد ورجل صحيح وبيناش صعبه جدا انا لا جون جميل بصراحه انا من وجهه نظري هدف احمد تيمور في اسوان لعده اسباب. اولا الوقت قاتل ودقه التصويب كمان فيها ودقه التصويب لا والاعلاميين كان محتاج لو ما كسبش الجهاز الفني مشي واسوان ماشي اول وبينافس على المركز الاول يعني عده اسباب. هدف بقى سبب خامس ومهم جدا ان احمد تيمور طلع صرح بعد المباراه قال لك احنا اتدربنا على الفاول ده اكتر من مره. طب هو بس في سؤال هو انا متهيألي هو لعب في زاويه الجون فبرضه الجون يشيل فيها يعني برضه الحاله خدت بالك بس قويه يا كابتن بس هتلنا الجون الاخير كده طيب بعدين اسوال دايما بيحطها في البعيده صح؟ بس المسافه قريبه جدا اه بس حطها بوش رجله ده حطها بوش رجله يا كابتن انا برضه عندي احساس انا برضه دي عايزه مدرب حراس انا عندي احساس ان الحته واقفه مش مظبوط برضه لان هو مش عارف يعني انا حاسس ان الجول واقف ورا ما هي الحيطه واقفه على البعيد بس هو جول حلو طبعا على فكره وجول ممتاز وانا موافقك ان هو كاهميه ده جول اهم جول هو اغلى هدف جول غير ابدا بالمجموعه الاولى يا لطفي ابدا بالاسبوع اتفضل يا باشا اولا احنا طبعا لعبنا 360 مباراه بدات بالارقام لغه الارقام انا وكابتن حسن بقى نقعد ايه نستمتع معاك لا ما هو بناء عليها هترجم كنت عاوز احمل القصاص النهارده معاك بص كانوا بيتخانقوا مع بعض بقى كابتن حسن هما الاثنين مين اللي هيتكلم انا وانا اقعد اتفرج انا وانت يلا 360 مباراه 757 هدف 231 فوز 129 تعادل يعني بمعدل هدفين واحد من عشره في كل مباراه وده طبعا معدل كويس معدل معقول عندك اكتر جوله حصل فيها اهداف هي الجوله الثانيه 58 هدف وده ما حصلش طبعا طول ال 15 في الثلاث مجموعات اكبر فوز معدل فوز 18 فوز من 24 مباراه كابتن حسن هي الجوله الرابعه
الجولة الخامسة 12 تعادل، أكبر معدل تعادل، يعني 12 فوز و12 تعادل. أقل نسبة تهديف في المجموعة، المجموعة الأولى أكبر نسبة تهديف 20 هدف في الجولة 11، الجولة الثانية المجموعة الثانية 25 هدف في الجولة الأولى، المجموعة الثالثة 24 هدف في الجولة 11. أقل الأهداف 12 هدف فقط يا كابتن حسن في الجولة التسعة في الصعيد، 13 في الجولة 11، و11 هدف في بحري، 12 و14 و15. طبعا تفاوت الأهداف من أسبوع لأسبوع، بدأنا قوي جدا الأسبوع الأول والثاني والثالث، بص الخمسينات، وبعد كده الكيرف بدأ ينزل في التهديف، زي ما تقول إيه الفرق حفظت بعض ولا شافت بعض ولا كشفوا بعض. الطريف ان 257 هدف في المجموعه الاولى، المجموعه الثانيه 252، المجموعه الثالثه 250، يعني الثلاثه دخلوا في الميتينات وخمسينات، يعني عدوا على خلاف كل المواسم السابقه. المواسم السابقه كان مجموعه بحري هي اللي ليها السبق الاكثر في التهديف باعتبارها مجموعه جماهيريه ومجموعه كلها من الانديه الجماهيريه، لكن النهارده بنلاقي في الصعيد، بنلاقي بالقاهره، بنلاقي بحري، كله قريب من بعض سواء في تحقيق الفوز او في تحقيق بالنسبه للاهداف. طيب ده اليدوي. هو بص يا كابتن حسن تلاقيه كده يقعد يسطر، انا شايف الولد بتعمل ازاي. هو بيعمل مش هقرا كمان، تعالى احنا بقى نخش الكمبيوتر كده ونشوف الدنيا فيها عندنا احنا كمان. يلا يا شباب يلا. صديقك وصديقي وصديقنا كلنا كابتن عمنام حسن، بقول حلقه رائعه، وعميد الاعلام المحترم طبعا مع الموسوعه باهي مع المحترم كابتن حسن، هو عامل شغل حلو قوي في طمير قوي قوي ما شاء الله. كابتن نادر غير الوضع خالص، واحمد عبد الملك مجموعه، وعبد المنعم مجموعه من الناس الجميله، ونادر السيد وفؤاد سلامه عاملين شغل هايل جدا بصراحه. كابتن حسن فنيا هذه المجموعه طبعا الاسبوع الاخير في الدور الاول، المدينه المنوره فاز على البداري 2-1، المنيا فاز على تليفونات بني سويف 2-1، سوهاج 2-1 على إنا الاعلاميين
على أسوان 1-0، كما أسوان خسر من مركز شباب طامية 0-1، الألومنيوم 2-1 على بني سويف، والفيوم خسر من بترول أسود 0-3، ديروت مع ملاوي تعادل سلبي، أسوان 33، المنيا 29، كما أسوان 29، بترول أسود 27، الألومنيوم 24، الفيوم 23، ديروت 21، مركز شباب طامية 20، المدينة المنورة 19، بني سويف 18، سوهاج 18، الإعلاميين 16، ملاوي 15، تليفونات بني سويف 11، نادي إنا 10، البداري 8. لأول مرة يا كابتن حسن نشوف هذا الزخم في التنافس في مجموعة الصعيد، كان صح. دايما نادي اتنين وبيحسموا الأمور من بدري. والحمد لله برضو إن إحنا بقالنا فترة ما فيش نادي دخيل على الصعيد، يعني النادي الأندية كلها من الصعيد، وبالتالي اللي هيصعد السنة دي فرقة من الصعيد اللي هو يعني أهل الصعيد، ودي حاجة إحنا كنا متمناها من زمان. المجموعة دي زي ما حضرتك قلت صعبة شوية السنة دي، وإن كانت برضو هي أسهل المجموعات التانية بكتير. أسوان على القمة يعني، بس خلي بالك طبعا احنا بنحيي أبو العينين شحاتة، أبو العينين نقل رجع بالمنيا مرة تانية، خلي بالك كان بعيد 3 ماتشات بتسع نقط، هي دي الفكرة. فأنت ممكن أي فرقة مدير فني كبير جدا أحيانا بتقف ويجي واحد تاني يكمل ولسه ولا عبر بالنهاية يعني. لكن هو طبعا احنا هو دخلهم مركز تاني، أسوان وكيما زي ما احنا شفنا الأسبوع اللي فات خسارتين يعني حاجة غير متوقعة، الأول بيخسر والتاني بيخسر، فهم الاثنين لعبوا صالح المنيا. البترول والألمنيوم قريبين، خلي بال حضرتك ممكن جدا حد فيهم يقرب، واعتقد هم هيلعبوا بعض الماتش الجاي ودي غريبه. بس في حاجه كنت اسال فيها الكابتن باهي عايز اتاكد منها، انا اعرف ان الالومنيوم هيلعب ماتش جاي مع البترول وبعد كده هيلعب 4 ماتشات بره ارضه. انا ما اعرفش ازاي ده يعني، ايه فرقه تلعب 4 ماتشات بره ارضها؟ دي غريبه جدا، ازاي يلعب 4 ماتشات بره ارضه؟ ما اعرفش الالومنيوم ولا الالومنيوم، ما اعرفش. ممكن يبقى في الدور الاول كان مثلا الملعب يعني مثلا دايروت كان بيلعب على وهكذا، هو واقف مش الجدول هو هتلاقي فرق كانت ما لعبتش على ملعبها فعملوا سويتش في الدور الاول. المهمه شويه احنا كام فرقه بتنزل السنه دي؟ اربعه. وهل هتستمر 4 دكتور ولا ايه؟ لانك تسمع برضه في ناس اللي بتبدا بيه لائحه بالظبط كده بتنهي بيه، فدي هتخلي عاوز صغير السنه الجايه بقى عندك بالزبط. تبدا مسابقات صح. العوار اللي موجود في المسابقات تتلافى. طب معنى كده ان عندك من 13 لحد التاسع الفرق 3-4 نقط، خطر جدا، فهتبقى فيه منافسه حلوه جدا في سواء فوق او تحت. هتلعب دور مجموعه يعني شفنا زي اول مره من فتره طويله ان يبقى فيه 3-4 فرق ممكن تنافس، عندك لحد المركز الخامس اعتقد ممكن يبقى له دور. طيب المديرين الفنيين لهم دور كبير جدا، انا شايف هشام عبد المنعم ما بترول اسود السنه دي طبعاً عمل شغل هايل بصراحه كابتن هشام جدا جدا طبعاً. كيما انا سربت رحيل، انا سعيد. عرفت ان هم جابوا احمد رجب احمد رجب وشقيق اسامه رجب مدير الكوره تمام. المنيا طبعا ابو العينين شحاته رجع كابتن في اسوان بصراحه شغل هايل على الخساره في المباراه الاخيره، لكن المديرين الفنيين لهم بصمه، والمدينه المنوره ايضا لها بصمه في انا من وجهه نظري طبعا افضل مدير فني هو اللي بيعتلي القمه في كل مجموعه ده حقه تمام. بس انا شايف ان في افضل مدير فني بديل اللي هو جاي يعني مثلا في وسط الموسم او اللي هو جاي مكان مدرب، انا شايف ان سعيد صبحي من الفيوم جايب 17 نقطه في منذ تولى في 9 مباريات. سعيد ممتاز يعني ده برضو اسم جديد في عالم التدريب. وعلى فكره انا سعيد لعبت معاه في الجيش وهو كان مدافع كويس وشخصيه جميله، وانا مبسوط جدا ان هو اول مره يبقى مدير فني كده ويحقق النتائج دي، نتمنى له التوفيق ويا رب يستمر يعني. أكيد. عندك ايه في العقد يا كابتن باهي عشان ناخد التاريخ؟ لا واحنا عندنا طبعا عايز اقول بالنسبه لل سريعا كده، اسوان اكتر صاحب فوز متتالي من المجموعه من الجوله الثالثه للسابعه، بني سويف تعادل اكبر فريق بتعادل 5 مرات من الجولة 5 للـ9، البداري أكبر هزايم 6 مرات من الجولة 10 للـ15، طبعا هدافين المجموعة وائل علي الألمونيوم والحسن ديالو إينا 9، ثم محمد مناع كيما 7 أهداف، والطريف إن محمد مناع سجل أول 4 أسابيع وبعد كده صام لحد الجولة 10 سجل فيها. أكتر فرقة سجلت ليها لعيبه اهداف هي طاميه 11 لاعب، واقل فرقه التليفونات 4 لاعبين فقط، ودي طبعا حاجه تحسب لطاميه ان بيلعب بشكل كبير. بالنسبه بقى موضوع اسوان والتليفونات عقده المدينه، المدينه والمنيا وبني سويف عقده طاميه، وهنا عقده البترول، الفيوم والالومنيوم ودايروت عقده البداري، أسوان عقدة ديروت والفيوم، الألمونيوم عقدة إنا، والبترول عقدة ديروت. دول الفرق دي ما بتكسبش الفرق دي على مدار تاريخه.
صعب جدا ان تلاقي المدو. وبمناسبه العقده بقى واحنا داخلين على كوت ديفوار، احنا عقد كوت ديفوار. سريعا كابتن حسن علق لي على موضوع العقده ده، هل فعلا متاصله في الموضوع ده؟ وبالمناسبه البداري تخلص من عقده التليفونات وكسبها، المدينه تخلص من عقده الاعلاميين وكسبها، وديروت اتخلص من عقده. انتوا كمدربين التفاؤل والتشاؤم في ناس كتيره جدا ماشيه بيها كده. طبعا في دي حقيقه بتحصل طبعا. يعني انا نفسي اتعاملت مع مدربين، انا وانا لعيب اتعاملت مع مدربين كانوا في مدرب بنذكر اسمه ما كناش بنكسب، ما نكسبش خالص. فجه في مره كنا عاملين زي محاضره، فقال لي قبلها بيوم شيل القلم ده عندك. فقلت له حاضر، فشلت القلم عندي. فجيت ثاني يوم قال لي هات القلم، فكسبنا خلاص. كل مره هيبقى القلم فجت المشكله ان انا اتصبت وانا كنت في القاهره. فقال لي ايه عشان القلم بصاب بره، قال لي تيجي اسيب القلم عندك واجي. فبتحصل يعني. طيب نشوف تقرير وارجع اكمل هذا اللقاء الممتع للغايه. اتفضل. الحمد لله مباراة صعبة بالنسبة لنا، أهم ثلاث نقط في الدور الأولاني، كنا عايزين نختم الدور الأولاني على الأقل ب 16 بونت، ما كناش عاملين حساب إن إحنا هنلاعب أسوان، لا إحنا كنا مرتبين إن إحنا ننهي ب 16 بونت. الحمد لله فوز صعب جدا على فريق محترم، فريق متصدر من أول الدوري. من أول الموسم إحنا بنلعب تحت ضغط رهيب، في يعني في أزمة في النادي مالية، واحنا مستحملين الحمد لله، يعني حبا في النادي وحبا في الجهاز المحترم اللي معانا، سواء الكابتن جميل اللي بدأ معانا الموسم والكابتن هاني اللي مكمل المسيره معاه. الحمد لله ربنا كرمنا، والله عندنا طموح ان احنا الدور الثاني ان شاء الله نبدا بدايه كويسه، ويعني نتقدم في الجدول على قد ما نقدر ان شاء الله باذن الله. بلال زكريا حلوه 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 يا بلال. والله انت عارف التخلص فيه تبقى صعبه شويه، يعني لان ما فيش نادي بيسيب لعيب كويس، بس هو في تدعيم ان شاء الله تقريبا اثنين او ثلاث لعيبه من ابناء النادي في الدوري الممتازه، ولكن انا ما اقولش ان التدعيم بتاع يناير ان هو لا، الفرقه فيها عناصر كويسه عندنا، وان شاء الله التدعيم ده يفيد الفريق بمركزين او ثلاثه، وهو اهم حاجه تجميع البنات. طبعا احنا ما جمعناش في البدايه، فعشان كده بنحاول دلوقتي نتعب شويه، فبدايه الدور الثاني مهمه جدا لينا ان احنا نبدا بدايه قويه ونجمع بنات ان شاء الله. الحمد لله 3 بونت كنا محتاجينهم جدا، زي ما حضرتك قلت قبل الدور الثاني لسه المنافسه في الملعب، ودور ثاني كامل يعني الكوره فيها كل حاجه ان شاء الله، ربنا يكرمنا ونصعد السنه ان شاء الله. الحمد لله على المكسب، مكسب مهم في ظل الغيابات اللي كانت موجودة وابتدت ترجع، والإصابات اللي ابتدت ترجع برضه عندنا، فالحمد لله مكسب مهم على نادي البداري، فريق محترم. الحمد لله الكرة فيها توفيق وعدم توفيق، احنا صفينا النوايا واشتغلنا بما يرضي الله، ربنا حتى بيكافئنا في الاوقات اللي احنا حتى مش فايقين فيها، الحمد لله بفضل ربنا فوز مهم على فرقة محترمة، فرقة كبيرة، فرقة تليفونات بني سويف فرقة محترمة جدا، ولهم فرص كتير في الماتش، واحنا لنا فرص كتير في الماتش، الجيم كان مفتوح، لكن اللي معاه التوفيق هو اللي كسب، الحمد لله بفضل الله. طبعا ببارك لنادي المنيا طبعا ونلم التوفيق في اللي جاي ان شاء الله، لكن احنا النهارده يعني الحمد لله عملنا ماتش كويس، بالعكس احنا لو في توفيق في الشوط الاول بالتحديد احنا رايحين بكذا كوره كان ممكن نهدف بدري، ولكن يعني المشكله اللي بنعاني منها كل مره ان انت عندك مشكله في التهديف، يعني انت عندك مشكله ان انت ما عندكش في مهاجم بيقدر يخلص يجيب اجوان، بتضيع فرص كتير.
بقول الحمد لله ببارك للعيبه، مكسب 3 بونت كويسين. عندنا غيابات كتير الحمد لله قدرنا نتغلب عليها باللعيبه الموجودين. 3 بونت في وقتهم رفعونا في الجدول، حسنوا المركز بتاع سواج في الجدول. الحمد لله باذن الله المباريات الجايه باذن الله ان شاء الله ربنا يكرمنا فيها، عندنا ماتش اسوان هنا الماتش الجاي باذن الله. من وجهه نظر فرقتين في الترتيب الاخير تحت في الثلث الاخير من الجدول، فطبيعي الماتش لازم يكون بالشكل ده. احنا حاولنا على قد ما نقدر ان احنا على الاقل نطلع بثلاثه بونت او نحافظ على البونت اللي كان معانا، لكن الظروف بتاعت الايام المباراه وظروف النادي سوهاج وظروف الماديه اللي احنا فيها برضو يعني كانت صعبه، فعشان كده طلعنا بالنتيجه دي السلبيه يعني. فالحمد لله بشكر ربنا برضو على اللي احنا فيه، على الاداء بتاع اللعيبه لغايه اخر دقيقه وما فيش نصيب الحمد لله. بحمد ربنا وبشكره طبعا على التعادل وعلى كل حاجة. والله هو التعادل بطعم الخسارة طبعا، كنا نستحق الثلاثة بونت، جات لنا اكتر من فرصة والله، بس التوفيق وعدم التوفيق. هدف صحيح في يعني في الدقيقة الاخيرة من الشوط الاول وبيتلغي، ما عرفش اتلغى ليه طبعا، وجات لنا ضرب الجزاء في الدقيقة حوالي 85. الحمد لله على كل حاجة عملنا ماتش كويس. كل لعيبتي الحقيقه ادوا ماتش كبير جدا، وانا فخور جدا بيهم وسعيد جدا بيهم، وفعلا الولاد ادوا ماتش كبير، ورغم ان الصعوبات اللي احنا بنقابلها ورغم قله الموارد ورغم ان مجلس الاداره بيحاول على قد ما يقدر ان هو يوفر موارد للفريق، انما اللعيبه بتادي وبتادي بشكل كبير جدا، فانا بحييهم وبقول لنادي كيما الحقيقه فرقه كويسه وعندهم مدير فني محترم جدا سعيد عبد العزيز وفي الجهاز وسامر رجب كل الناس، بقول لهم يعني اقعد لك. طبعا النهارده وجبه دسمه في كل مكان طبعًا. صديقنا العزيز دكتور محمد يوسف وكيل وزاره الصحه بني سويف، واحد من الرياضيين المحترمين قوي دكتور محمد، متابع جيد جدا، بيمسي عليكم مستمتع بالحلقه. ايضا صديقنا العزيز الكابتن طارق الدالي طبعا سنبلاوين، تحياتي وتقديري الكابتن باهي وكابتن حسن، وممكن توصيل مع الوزير بالدعم الاساسي والاضافي، الدوري اوشك على الانتهاء وحاضر يعني مع الوزير ان شاء الله يرجع بسلامه، وطبعا هنخاطب الوزاره خلال اليومين دولت ان شاء الله، لان عارف ان الانديه بتأنه ان شاء الله هيكون في خير قادم ان شاء الله. المجموعه الثانيه قبل ما نروح للمجموعه الثانيه بس يعني في ثواني كده عايز الكابتن حسن يترجم لي اللي انا هقوله ده. المجموعه الاولى يعني كيما هدف واحد فقط في الشوط الاول في شباكو تقال 15 مباراه، هدف واحد فقط، المنيا هدفين، المنيا والفيوم، الاعلاميين لم يسجل سوى هدفين فقط في الشوط الاول، ازاي يا كابتن حسن؟ يعني فرقه طول السيزون ما دخلتش فيها غير في الشوط الاول غير هدف واحد. والله يا كابتن وبيتنافس يعني مش بتلعب زون ديفنسي ما بتحرس ان اقول لك رقم تاني. انا كنت ماسك البلديه السيده يا كابتن، 7 ماتشات الشوط الاولاني 0-0 السبع ماتشات، ما دخلش فيا لا جول ولا جبت جول، كنت قاعد في السبب مش عارف. هي انا كنت حالتها لنفسي. ايوه البلديه بتحصل يعني. السبع ماتشات 0-0 الشوط الاولاني كله، فهي طبعا انا عارف، انا معاك ان بتدي انطباعات. يعني لما يخش، لما تفضل مثلا ايه تجيب جول في اخر، يخش في جول في اخر دقيقه كذا ماتش، ممكن يكون في عدم تركيز في لياقه بدنيه، بس في الاخر انت بتعتمد برضه في الاخر على توفيق وبيبقى في أكيد. يعني هي في الاخر ما تقدرش تحط لها حاجه معينه، بس بصراحه الله ينور عليك على المعلومات دي، مش عارف انت بتجيبها منين بصراحه. ده هو بسم الله ما شاء الله، لكن خلينا بس ناخد النتائج سريعا. نتائج المجموعه الثانيه، محمود الفيومي بيسال فين الترسانه والبلاستيك والمريخ؟ بلاستيك كان في القسم الثالث يا حوده، والمريخ هنجيبه دلوقتي، والترسانه في المجموعه دي والانديه الشعبيه. حقك طبعا، واحد من ابناء الشرقيه المخلصين محمود الفيومي. النتائج المجموعه الثانيه، بتروجيت والسكه 1-1، بنها وبورفؤاد 2-2، زد ودجله طبعا 1-2، دي اول هزيمه لزد. نصر السويس 0-0، نفس النتيجه بورتو والقناه، والانتاج والترسانه 1-1، والمريخ والاتصالات 0-0، الداخليه والبيس 1-0. والحقيقه طبعا من الفرق المظلومه بنها، لانه بيلعب مش في ملعبه، رغم ان عندهم استاد عالمي معرفش ازاي ما بتلعبش عليه. وانا شايف ان بنها اخر ماتشين ثلاثه اتظلموا الحقيقه،
يمكن التحكيم ما كانش حتى مصطفى هندي بعت لي يعني الرساله دي بصراحه منا ومرسلنا. انا شايف الكابتن هاني وكابتن باسم مبسطين الاثنين عاملين شغل كويس قوي، وكابتن محمد طاول مجموعه بصراحه. ويكفي ان هم لحد الدقيقه 90 في مباراه بتروجيت كانوا كاسبين 3-2 وبعدين دخل فيهم جونين منهم هدف طبعا كان واضح ان هو من ركله يعني من لمسه يد يعني. في المجموعه الثانيه اكبر فوز داخليه وبتروجيت 4-3 وبتروجيت وبنها 4-3 يعني الفريق الماتشين قاسم مشترك بينهم بتروجيت. اكبر تعادلات كان نصر مع بورتو 3-3. اكبر فوز متتالي زد 4 مرات من الجوله الاولى للجوله الرابعه، والداخليه 4 مرات من الجوله 12 للجوله 15. تعادل تمام تعادل متتالي السويس 4 مرات من الجوله الخامسه للجوله الثامنه، هزائم متتاليه بور فؤاد ضرب الرقم القياسي 6 مرات من الجوله الثانيه للجوله السابعه. باعتقادي زي ما قلنا اغلى هدف كان الاعلاميين في اسوان، ليه؟ لان ابقى على الجهاز الفني ومباراه كانت حاسمه. اغلى هدف في المجموعه هدف اسماعيل بامبا الداخليه في بالبيست عشان خلى الداخليه بقى مركز اول، وهدف احمد الالفي دجله في مرمى زد اللي استعاد بيه اللي خلاها اول هزيمه لزد. ده في اعتقادي ان اغلى فوز وتعادلات وهزائم. طيب. بالنسبه لزد هدف واحد فقط في الشوط الاول في شباكه زي كيما بالظبط، والسويس دخل في مرماه في الشوط الاول هدفان في الشوط. فنيا يا كابتن حسن المجموعه دي مجموعه ولاد الزواتي يعني مجموعه قويه جدا، امكانيات ممتازه، اعلى المجموعات بصراحه من الناحيه الفنيه. زي ما حضرتك شايف الانديه الشعبيه قليله جدا فيها، معظمها شركات ومؤسسات، عشان كده هتلاقي الناحيه الماليه فيها كويس. نفسنا نتفرج على المجموعه دي بصراحه في التلفزيون، نفس ماتشات الاذاعه فيها ماتشات كويسه قوي. الفتره اللي فاتت كابتن سيد، عايز اقول حاجه، كابتن سيد عيد من اسبوعين بيسالوا انت مش هتطلع اول امتى؟ انا سمعتها بنفسي، قال والله انا مش هقدر اطلع ان فرقه زد ما تتغلبش. لما زد تتغلب اطلع، تاني ماتش على طول كان جايبهم فبرضه دي يعني تتحسب له. جاي متسحب من تحت، مجموعه كويسه جدا. زد كان ماشي كويس في اخر ماتشات، يعني فرط في نقط كتير قوي، واتكلمنا ان هو كان عنده ازمه في المهاجمين كعدد اهداف وبيتعادل كتير او اتغلب بعد شويه، لكن لسه بدري جدا، الدوري ده صعب جدا. انا اتفرجت على دجله وكنت لعبت ماتش ودي، انا بحيي، انا معجب بدجله جدا، فرقه كويسه قوي مع مدرب كويس. وهقول لك على حاجه بقى، اقوى هجوم في الاربع بيلعبوا 4-3-3 دول بقى بطريقه حديثه جدا. خلاص يعني عندنا في شغل كويس بيتعمل في الفرقه دي. يمكن ناس كتير انتقدت المدرب، قالوا انت بتلعب كوره دوري ممتاز، ناس بتقول انت هتلعب دوري ممتاز فمش هتنجح. هو اصر عليها رغم ان في ملاعب قد ما يعني ما لعب فيها كانت صعبه شويه. انا شايف ان هم بقدش بتروجيت طبعا، كابتن ربيع برضه بتلعب كوره كويسه قوي، مجموعه صعبه جدا الحقيقه يعني. اعتقد هتقعد لغايه اخر اسبوع، مش عارف مين فيها هيلعبوا بعض كلهم، يعني عايز يعني في منتهى الصعوبه طبعا. الترسانه، الانتاج، القناه، حليم راح هناك عامل الاتصالات، مجموعه صعبه جدا. كل اسبوع تحس بتتغير في الجدول، صعبه جدا. مجموعة حلوة جدا الحقيقة، ومواجهات فيها صعبة. بمناسبة الانتاج بمناسبة العقدة، بورتو وبنها عقدة السويس، والداخلية عقدة الانتاج وبورتو، والنصر وبتروجيت عقدة المريخ، القناة عقدة عقدة بورفؤاد، بورفؤاد ما بيكسبش القناة، بورتو عقدة النصر، النصر تخيل ما كسبش بورتو خالص، وزد عقدة بورتو، والسكة عقدة الانتاج، وبتروجيت عقدة الترسانة. اللي تخلص بقى من العقدة مين؟ بورتو تخلص من عقدته من الترسانة، دايما الترسانة كانت بتكسب بورتو، تخلص من عقدة الترسانة والمريخ. طيب يلا نشوف تقرير عن المجموعة ونرجع نكمل مع حضراتكم. الثلاثة بونت دول هم دول أهم ثلاثة بونت بالنسبة لنا. الثلاثة بونت دول 60-70% نقلة كبيرة للفريق لتحسين المركز، لتحسين المكان، لأن أنت تلعب وأنت هادي، تبعد عن الضغوطات، تبعد عن القلق. لكن المباراة النهاردة أعتقد هي شوط وشوط. الشوط الأولاني استحواذ، وان سايد جيم، رحنا جبنا جولين وضيعنا 3-4 جوان كمان سهلين جدا. الشوط الثاني هم كانوا أحسن، هم كانوا أخطر، وقدروا إن هم يتعادلوا. الحمد لله طبعا
الشوط الاول طبعا يعتبر من اسوء اشواط ليا انا اللي بعترف، ما اعرفش اللعيبه كانت فيها ايه، ما كانش فيه تركيز من كتر شدتها في المباراه نفسها او هم ما دخلوش المباراه بصوره جيده، لكن الحمد لله قدرنا نلم نفسينا وقدرنا نغير شويه تغييرات في الملعب غير التغييرات اللي من بره، سيطرنا وجبنا التعادل. الحمد لله ربنا كرمنا النهارده، كان التوفيق معانا الحمد لله. ماتش صعب جدا، فريق بيلبيس فريق محترم مع جهاز محترم ومجلس اداره محترمين، وادوا دور في الشوط الاول كانوا كويسين، ممكن هم ضيعوا فرصه كانت صعبه بالنسبه لنا يعني، انما ربنا كرمنا والشوط الثاني يعني كان الحظ حالفنا الحمد لله وجبنا الجول الحمد لله. يعني احنا فرقه كبيره زي الداخليه بتنافس على الصعود، واحنا الحمد لله احنا عايزين بس نروح حته بر الامان ونفضل في الدوري السنه دي ان شاء الله، والسنه الجايه بقى نحط خطه اللي احنا ننافس السنه الجايه ان شاء الله، بس هو كل همومنا الوقت اللي احنا نفضل في الدوري. فريق النصر من زمان معروف ان اي حد بيجي يلعبه سواء على ملعبه او بره ملعبه ند قوي، جايين محترمينه جدا. اكدب عليك لو قلت لك انا ما كنتش طعم في الجيم، كنت طعم في الجيم ان احنا كنا ممكن كنا في بعض الاوقات كنا ممكن احنا اقرب. النصر النهارده خطورته يمكن في الكوره الثابته هي اللي كان ليها الافضليه فيها. الحمد لله طبعا على كل شيء، ولكن احنا طبعا كنا طمعانين في الثلاثه بونت، انت برضه بتلاعب فرقه محترمه، فرقه السويس فرقه محترمه، ولكن احنا طبعا كان الهدف الاساسي بالنسبه لنا ان احنا نحقق الثلاثه بونت. الجانب النفسي والجانب التحفيزي عاملينه وعاملينه بشكل كويس، مجلس الاداره مش مؤثر معانا في حاجه الحقيقه، ويعني الناس في ظهرنا دايما، لكن عندي يعني بواجه بقى صعوبه كبيره قوي 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 في ظل الغيابات اللي بتواجهني من اول يوم جيت فيه. احنا ما لعبناش ولا ماتش كامل، ده نقطه مهمه جدا، بس ماتش دجله الوحيد، ماتش دجله الوحيد اللي كنا متكاملين فيه الحمد لله. احنا لسه بقى لنا اسبوعين بس، او بقى لنا يعني حوالي 15 يوم او 17 يوم، يعني لسه ما حطيناش ايدينا على كل المفاتيح اللي موجوده في الفريق. بتمنى ان شاء الله يعني الفتره اللي هي بتاع التوقف الاسبوعين دول ان احنا نقدر نجهز نفسنا شويه ونجهز الفرقه ونحاول نشوف علاج كده لموضوع اللي هي الفرص الكتير اللي بتضيع. يعني احنا اشتغلنا 3 ماتشات يعني مضيعين تقريبا فيهم، يعني مش عايز ابقى مبالغ يعني، بس مضيعين على الاقل مش اقل من 6-7 تجوان. يلا المجموعه الثالثه. طبعا اختتمت بالجوله 15 وكان الحمام والبلديه 0-0 وبنفس النتيجه صيد المحله مع المجد. دمنهور بيخسر على ملعبه من الاولمبي 1-2، ابو قير بيفوز على الزرقاء 1-0، المنصوره بيخسر على ملعبه من بايونيرز 1-2، كفر الشيخ بيفوز على ديكارنس 1-0، والحدود مع المصري بالسلوم 0-0، وبالتعادل دوت بيهدي الاولمبي القمه. سبورتنج مع الرجاء 2-1، ويبقى كده 250 هدف، 104 في الشوط الاول، 146 في الشوط الثاني. بالنسبه اعلى معدل انتصارات في المجموعه، الحدود على المنصوره والمجد على الرجاء 4-0، واعلى تعادل بلديه مع الحدود 3-3 في الجوله السادسه، واكثر فوز متتالي الاولمبي 5 مرات من الجوله السادسه للجوله العاشره، أكبر تعادل متتالي الحمام 4 مرات من الجولة الأولى للرابعة، أكبر هزائم متتالية سيد المحلة 5 مرات من الجولة 8 لل 12، أغلى هدف هدف حمبوزو الأولمبي في مرمى دمنهور اللي رجع الأولمبي ثاني في المركز الأول، وهدف محمد نبيل كفر الشيخ في ديكرنس اللي خلاه دخل في المنافسة بقوة وكسر قوة ديكرنس الرهيبة في الأسابيع الأخيرة. بايونيرز برضه دخل في مرمى هدف واحد في الشوط الاول في شباكه، المجد برضه هدفين في الشوط الاول، الرجاء لم يسجل سوى هدفين فقط في الشوط الاول. كابتن حسن، يعني المجموعه دي هتفضل كراسي موسيقيه كده فتره طويله، مجموعه صعبه، الانديه الشعبيه بقى والانديه الجماهيريه، مجموعه فيها ميزه انا قلت فيها قبل كده دكتور، المجموعه دي المدربين فيها متنوعين جدا،
انت عندك اثنين من احسن اثنين مدربين في الدرجه دي، كابتن ايمن في ابو قير، ولو كان كسب الماتش اللي فات كان هيفرق معاه كتير جدا. طبعا لكن هو عامل فيهم طفره بصراحه واضحه يعني، وطالعين من تحت. وخلي بالك ابو قير مش بعيده، تقدر مع الكابتن ايمن، وعندك الكابتن محمد صلاح في البلديه، وما ادراك ما الكابتن محمد صلاح يعني والخبرات. وعلى فكره البلديه هتلعب ثلاث ماتشات على ارضها الوحيده، هتلعب ثلاث ماتشات على ارضها ورا بعض في الدور الثاني، لان هيلعب ماتش الصيد، والصيد هيعتبر في ملعبه ملعب البلديه، وقبليه هيبقى ملاعب قبل الماتش، قبل الثلاث ماتشات دي هيبقى ملاعب، هيلاعب الرجاء هناك، والرجاء عنده ظروف صعبه شويه. لو عرف ياخد ال 12 نقطه او 10 نقط اعتقد هيخش بقوه. حرس الحدود بيعتمد على مدرب اول مره يمسك، بينافس مكي، مدرب شاطر ماشي كويس، بيعتمد على منظومه. طبعا انا يعني حسام بحيك برضو، حسام في ديكيرنس كره جماعيه، كره بيلعب كره نظيفه جدا وكره جماعيه، ورغم ان هم شغالين بشغل استثمار شويه، لكن هو الحقيقه ناجح معاهم جدا. طبعا تحيه للكابتن مصطفى في كفر الشيخ، انا اللي بيعمله ده بصراحه يعني اعجاز. طيب خلينا طبعا كابتن مصطفى عبده، طب واخد الكابتن عبد الحميد مصطفى رئيس النادي، قول له مساء الفل، مساء عليه. مساء الخير يا عبد الحميد بيه. كابتن عبد الحميد مصطفى. كابتن عبد الحميد. الو؟ ايوه. كابتن عبد الحميد. الو؟ يا مساء الفل. مساء النور. كابتن عبد الحميد ازيك؟ الحمد لله. منور الدنيا. الله يخليك، ازيك يا كابتن ومنور اللي انت وظيفتك الكمال. كابتن باهي هو المذيع بقى. قاعد انا وكابتن حسن معاه بنستمتع النهارده. طبعا كابتن محمد باي وكابتن حسن موسى منورين الدنيا في حالها. اهلا وسهلا حبيبي، ده نورك يا ابو حميد بيه. الله يخليك. خليني ابارك لك الاول على المستوى الرائع. كفر الشيخ الموسم الماضي كان بيصارع الهبوط، الموسم ده بسم الله ما شاء الله هو اللي عطل السنه اللي فاتت حرس الحدود عن الصعود. السنه دي يعني فرق 2 بونت بينك وبين المركز الاول الاولمبي، ومعاك مصطفى عبده بصراحه ومجلس اداره محترم جدا جدا، كل التحيه وكل التقدير. والله بص حضرتك، احنا يعني معانا مدرب محترم جدا ومعانا فرقه كويسه جدا الحمد لله، ويعني بدانا نرتب البيت تاني، حطيت ايدي على من اول يوم على 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 مشاكل الفرقه فين وايه الدروب اللي كان حاصل. بدانا مع الاولاد بقصه ان لازم تحبوا المكان عشان تبقوا لعيبه كويسه. هقول لحضرتك على حاجه، يعني احنا الولاد بيكافحوا الحمد لله لاخر ماتش دايما. لو انت حضرت مصر ماتش بيونير، احنا بنلعب بفرقه محترمه جدا، بيونير طبعا فرقه جامده مش ضعيفه. بنلعب من دقيقه حوالي 35 ب 10 لاعبين، واعتقد يعني طرد اللعيب بتاعنا كان واضح جدا، الظلم اللي تعرضنا له. لكن رغم ذلك احنا كنا الماتش كله ماسكينه، ما حسيتش ان احنا 10، وجبنا جون ودخل فينا جون في الدقيقه 95، لكن قدر الله ما شاء الله الحمد لله. الولاد طبعا يعني فرقه محترمه قوي الحمد لله رب العالمين. وتعالى اتفرج حضرتك من اول يوم، انا بقدم لمصر النهارده نجوم من ولادنا الصغيرين، بدايه من محمد ابراهيم لمحمود شعبان. محمود شعبان ده يعني حضرتك ده ديفندر مصر القادم، يعني انا بقدمه حضرتك دلوقتي، عيد اسمه عندك لكل منتخبات مصر، بدايه من الاولمبي للفريق الاول ان شاء الله رب العالمين. محمد ابراهيم لو حضرتك عندك تسجيل ماتش بيونيرز وكفر الشيخ، هتلاقي ان 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 محمد صلاح بالكربون مع فريق بقى انه يبدا ياخد ويبدا يعلى. معانا محارب، معانا الخطيب لعب ماتش امبارح ودي بدايه من دخوله، ده هيبقى ان شاء الله هديه طبعا. بص حضرتك عندنا كميه ناشئين المرحله الجايه، مصطفى عبده معاد سنس على الـ على الـ على البنش ما شاء الله، يعني ما يقلش عن اللي موجودين. وبالتالي احنا اعتقد دي مش صوره الكابتن عبد الحميد مصطفى اللي محطوطه قدامي، انا لسه باصص فيها. تمام، اتفضل يا كابتن عبد الحميد. الو، اتفضل يا فندم. بقول لحضرتك احنا الحمد لله رب العالمين، يعني الـ الـ الدنيا ماشيه معانا الحمد لله كويس. في شويه نفسيات بقى بدانا نظبط الاولاد فيها. الحمد لله العالمين مستحقاتهم بالجنيه، ما حدش له في نادي جميع الالعاب الحمد لله له عندنا حاجه. طبعا ده مستلزم مننا مجهود كبير جدا جدا. يعني احنا عشانين في ربنا ان شويه توفيق ونحقق حلم كفر الشيخ في الصعود، وده اللي الناس كلها النهارده بتدافع عليه. يعني لكن احنا شويه بس حمايه، او يعني مش هقول لحضرتك. المهم يعني بدعوا من هنا من 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 قناتكم الجميله كل اهالي كفر الشيخ، الاوف ورا الفريق مسانده.
الدعم المعنوي حتى اللي مش يقدر يدعمنا ماديا يدعمنا معنويا. وانت يا دكتور طبعا انا بشكرك لان احنا بنعتبر ان حضرتك في مكانك الجديد انت ساند كل الفرق الاقاليين ناس الغلابه اللي زي حالتنا مع مجلس اداره الاتحاد. الناس دي كلها ناس محترمه جدا وبتربط دايما علاقات جيده جدا. فانا واثق في الاتحاد جدا واثق في لجنه الحكام جدا واثق في في في, في المنظومه كلها. فيعني يعني يعني احنا ان شاء الله بنوعي لك السنه دي بامر الله هنصعد ان شاء الله السنه دي كفر الشيخ. لان انت عارف انا طول ما انا موجود ما بلعبش على هبوط او على منافسه على في نص ملعب، لا طول عمري الحمد لله موجود في النادي بلعب على صعود دايما. واعتقد التاريخ بيحكي الكلام ده الحمد لله. واحنا يعني نفسكم معانا ودعواتكم بقى كل ناس ان شاء الله يا كابتن عبد الحميد. يعني كفر الشيخ محافظه كبيره جدا وعريقه ولها مكانه في قلوبنا جميعا، وبنتمنى التوفيق ان شاء الله للجميع ومن اولهم طبعا نادي كفر الشيخ. اطلع فاصل وارجع اكمل المحاضره. اشتغلنا الماتش النهارده وذاكرنا كويس الكابتن ايمن وعرفنا اشتغلنا على اللعيبه بشكل كويس. النهارده نقدر نقول حته التوفيق هي كان احنا كنا مفتقدينها يعني، بس لكن الحمد لله ونفكر نطوي الصفحه دي ونفكر في بدايه دور تاني كامل جدا ان شاء الله باذن الله. ان احنا طموحين ان احنا ندخل في المنافسه بشكل قوي باذن الله ان شاء الله. احنا الحمد لله بدانا نظبط الفرقه، كابتن خالد الشراوي بدا يظبط والجهاز الفني بمسانده من مجلس الاداره معانا. بصراحه احنا جبنا 5 صفقات ان شاء الله الماتش الجاي هيبقى معانا الصفقتين التانيين. احنا النهارده بنلعب ب3 وانا شايف اللي جاي احسن ان شاء الله. محمد محمود باطن نفذ الركله الحره وادي ايه وادي اولى ايه الاهداف جول اول ادي الكره الركنيه وادي ايه وادي جول 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 جول. الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. احنا اعتقد ان هم يعني المفروض كان هم يلعبوا على المكسب اكتر مننا لان احنا ما عندناش فعلا لعيبه. طبعا انا اعتذرت ده اخر مباراه ليا. بتمنى النادي الرجاء الفتره اللي جايه ان شاء الله يصححوا الاوضاع بعد في الموسم اللي جاي. ربنا يوفقهم لو يقدروا يكملهم ويقعدهم طبعا هكون مبسوط جدا. الواحد حزين على 2 بونت دول كنا احنا محتاجينهم جدا. احنا جايين عارفين اللي الرجاء لمم الفرقه النهارده عن اي يوم. النهارده بيقولوا الرجاء بيلعب بالناشئين، لا فرقه الرجاء كلها بتلعب بالفول تيم كله، مفيش ولا لعيب ناشئ لعب. كابتن هاني لبيب طبعا المدير الفني لبنها بيقول منورين، حلقه محترمه من سيد الغلابه والموسوعه كابتن بيه وكابتن حسن موسى، وانت واحد من المديرين الفنيين اللي اشادنا بيه بصراحه وعامل شغل هايل جدا. دكتور مدحت فريجي طبعا ناقدنا الرياضي المحترم بيقول بصدق دوري القسم الثاني لا يقل اهميه عن الدوري الممتاز ولا ينقصه الا عمل رابطه لو مع توفير راي خاص ان شاء الله ده هيحصل. مجموعه دوري القسم الثاني به فرق وانديه عريقه وكبيره جدا، اتوقع هذا الموسم عوده كتيبه حرس الحدود الى دوري الاضواء والشهره. تحياتي. احنا اللي بنحييك دكتور مدحت من الشخصيات الجميله. سيد اخونا حافظ زكريا العزازي برضو بنرحب بيه. كابتن ابراهيم شبانه ده نورك طبعا. طارق شاكر زميلنا واخونا العزيز برضو في لغه الارقام حدث ولا حرج عامل شغل هايل جدا دوري القسم الدرجه الثانيه. طارق من الناس الممتازه جدا جدا جدا. قلنا طبعا مصطفى عادل هنداوي قبل كده زميلنا العزيز. كابتن يلا قدامنا دقيقة كل واحد دقيقة سريعا كده. أكتر فرقة سجلت في المجموعة الثانية هي دجلة 12 لاعب مقابل بور فؤاد 5 لاعبين فقط. في المجموعة الثالثة حرس الحدود 12 لاعب مقابل تخيل الزرقاء 3 لاعيبة فقط مسجلين أهداف الزرقاء. إسماعيلي بيفاوض 2 كمان من بعد سايكو مؤمن راضي ومحمود عبد الحفيظ وحسام حسب وسليمان خالد من بايونيرز راحوا إنبي وفي الطريق محمد ربيع المجد في نادي برضو دوري ممتاز الحقيقه. طبعا المجد السنه دي عامل شغل عالي قوي الحقيقه طبعا. عايز اقول برضو ان الرجاء عقده حرس الحدود والحدود عقده الاولمبي وديكرنس. بلديه عقده الزرقاء وكفر الشيخ، ديكرنس عقده ابو قير. كفر الشيخ والمنصوره والبلديه والحدود والاولمبي عقده سيد المحله. ديكرنس تخلص من عقدته مع المنصوره. كل لقاءات دجله والاتصالات بتنتهي بالتعادل 0-0. واخيرا عايز اقول لك بقى سريعا كده في حكام بس ده الارقام اللي بتقول انديه ما بتخسرش على ملعبها على ايديهم. خلاص حاضر
محمد عادل واحمد الغندور امين عمر محمود البنا احمد جمال محمد سيد بكر محمد عباس مايو دي امثله في انديه برضو يعني صاحب الارض ما بيخسروش او طيب. بيكسبوش محمود عاشور مصطفى مدحت هيثم الشريف محمد حسان انديه دايما التعادلات كلها تعادلات وليد صياد الكابتن حسن موسى خلي الراجل يحكي مصطفى مدحت وعباس وصبح العمراوي والسيد نور وعودتك كابتن بقى عودتك عشان بقى ايه لا بس بالمناسبه حضرتك بتقول ان الرجاء عوده حرس الحدود هيلعبوا الماتش الجاي الرجاء هيلعب حرس الحدود الرجاء يعني بصراحه هو كسبان حرس الحج سالم هو ده الماتش الجاي والبلديه عنده الاولمبيه وبناشد ممكن يخلص من روح زي كل مره ما بناشد محافظ مطروح وبناشد وزيره الشباب والرياضه نظره للمحافظات الحدوديه سواء كان كده قبل الحمام او الرجاء ومصر بالسلوم يا ريت يا ريت كابتن حسن انا سعدت انا جدا بوجودي معك توقعاتك لماتش الفاصل يوم السبت في القرعه كاس العالم ممكن نقع مع مين وتتمنى مين؟ يعني هو كل الفرق صعبة يعني خلاص هتتمنى مين سريع؟ ابعد عن الجزائر ابعد عن الجزائر كابتن باهي تتمنى مين؟ أنا أتمنى نيجيريا أتمنى نيجيريا؟ عشان احنا إن شاء الله هنكسبها أنا سعدت جدا بوجودي معاكم النهارده وهذا التحليل الممتع يعني كنا ثلاثي الحمد لله أعتقد إن احنا قدمنا وجبة كويسة جدا النهارده متشكر جدا سعيد بوجودي بحضرتك ومتشكرين اختم كابتن باهي أنا طبعا بشكر قناة صدى البلد بشكل عام وكتيبة الإعداد المخلصة الحقيقة عملت مجهود كبير جدا جدا وخصوصا في الحصاد العام بشكرك يا دكتور وبالتوفيق إن شاء الله شكرا شكرا كابتن حسن شكرا. إلى اللقاء